اشتكش ولا مشرب ولا مشرب اللي ده مفسح جماعي وعشرة يابا على عشرة سياسي كوميدي اجتماعي تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري. أنا إبليس، أنا إبليس صاحب الرواية العظيمة اللي طلعتني من الجنة وودتني على النار. أنا إبليس ومعايا عشيرتي اللي بيسمعوا كلامي لمجرد مناديلهم. أنا إبليس اللي يعرفني الصغير قبل الكبير. أنا سبونجي بوب 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 أصفر ولموني، أنا سبونجي بوب بوب أصفر كموني. ما تعمد يا ابني بقى في حتة، أنت إيه؟ راكبك شيطان؟ شيطان؟ يعني إيه شيطان؟ الشيطان ده عفريت كبير. آه شكله وحش. ليه كده يا عم؟ له هرون كبيرة، صوته مرعب ومخيف، ليه ديل طويل قوي يحرق كل اللي يلمسه. لا ويه، بياكل العيال الصغيره ويقرش عظمه ويقرش عظمه. مش عايز حد يقرش عظمه. ايه القرف ده؟ ماشي، اهي سمعه والسلام. أهلي كلهم وكل عشيرتي يسمعوا كلامي بمجرد مناديلهم. يا معشر الشياطين، يا معشر الشياطين، أمرك يا إبليس. أمرنا يا ملعون. النشيد الوطني للشيطان الرجيم. خلي الشيطان شاطر 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 دارارارام. لو نامت الدنيا الشيطان على طول شاطر دارارارام. ديلي في ايديا وسوستي في عينيا دارارارام. خلي الشيطان الشيطان شاطر شاطر. كان معكم ثنائي الشياطين في أغنية من ألحان عاصي الحلاني. أمرنا يا إبليس، النار اللي جوايا هتطفي. أبوس إيدك خلينا نوسوس، عايز آخد ذنوب. أنا عايزكم تنزلوا على الأرض. أيوة. تروحوا توسوسوا للناس، خليهم يحاربوا بعض، يقطعوا بعض، يكفروا، ما يبقاش فيهم أي واحد مؤمن. روحوا. أمرك. تعال. أمرك. روحوا. أمرك. تعال. أمرك. روح. اللي انتوا شفتوه ده كان فلاش باك لما كانوا زمان بيسمعوا كلامي لمجرد ان انا نمت 200 سنة بس، قيلت شوية صحيت لقيتهم ما بيسمعوش كلامي. يا معشر الشياطين، يا معشر الشياطين، ما تخلص يا عم الحنجرة، مش عارفين ننام. عم الحنجرة وصلت لعم الحنجرة، ما بقاش عندي هيبة زي ده. ايه ده؟ ازاي تدخل عليا العرش بتاعي من غير لا احم ولا دستور؟ ما
بلاش حكاية الدستور دي. طبعا بتفكركم فشلكم ان انتوا ما قدرتوش تمنعوا الناس يروحوا للاستفتاء يا فشلة. ده ازاي تدخل عليا العرش بتاعي من غير استئذان؟ خلاص بلاش اقولك. بلاش تقولي ليه؟ هي حاجة قبيحة؟ يا ريتها كانت حاجة قبيحة، ده انا مش بعيد لو قلتلك يجيلك جلطة في ديلك. إذا كان ما جاليش جلطة يوم ما اتطردت من الجنة، هيجيلي جلطة عشان اللي أنت هتقولهولي؟ قول! طب اسمع يا بيسو. بيسو؟ بتضايقني، حلو، أنا أحب اللي يضايقني ويستفزني، قول! البني آدمين. إيه مالهم بقوا مؤمنين ولا إيه؟ لا، البني آدمين كده كده بيقطعوا في بعض. طيب الحمد لله. الحمد لله؟ مين قال الحمد لله؟ ازاي كلمة زي دي تتقال عندي في العرش بتاعي؟ انت اتجننت؟ مش انا. امال مين؟ معرفش. مالهم البني ادمين؟ البني ادمين يا بيسو ما بقتش تأثر فيهم وساوس عشيرتك وعيالك. ايه؟ جابوا مضاد للوسوسة وبيستخدموه ولا ايه؟ ما تصدرش احكام سريعة يا بيسو يا حبيبي، عيالك بقوا فيستك. فيستك؟ انا عيالي فيستك؟ عيالي اللي انا مربيهم على الحقد والكراهية يبقوا فيستك؟ ازاي؟ عندك البت فتنة بنتي، دي أكتر واحدة بتعمل فتنة في العالم كله، دي رضعت زبالة من أمها، الله يكحمها ويبشبش الفحمة اللي تحت دماغها، ولا الواد شيطون، ده مرة وسوس لي إن أمه بتخني مع شطان تاني خلاني ولعت فيها، في النهاية تقول لي فيستك؟ بتتنك عليا يا بيسو بعيالك؟ راشق في حوار تناكة وخلاص؟ خدوني معاكوا لأركب تاكسي؟ ما خدوني معاك ولا فس العجل يهبل. مالهم عيالي دول؟ عيالك يا بيسو خلاص بقوا ضايعين ما بيعملوش اي حاجه يا بيسو. انا عيالي كده؟ اوعى تغلط في عيالي، اوعى تغلط في عيالي لحولك لكلب. اسمع الكلام. اسمع الكلام؟ ايوه، انت اساسا شخص تافه، عيل اهبل. عيل اهبل دي اخرتها يا بيسو؟ بعد ما ربيت عيالك وهم صغيرين وكنت بشيلهم على رجلي ويعملوا ببي نار ويجيلي تسلخات في ركبي والف اقلب الصيدليات عالكناكوم بملقهوش، تقولي يا معفن؟ ايوه طبعا طبعا، لان اساسا التسلخات اللي عندك دي التصاق فخدين، ملاش علاقه بعيالي. مالهم؟ اخلص. عيالك كل يوم يا عم الشيطان خربينها في شيطانها كلب. شيطانها كلب؟ بيروحوا ديسكوهات وسايبين شغلهم؟ فين شيطانها كلب ده؟ هقول لك. فين شارع السعير؟ عارفه. عارفه؟ اه. خش من شارع السعير يمين. من عند سيد الكافر؟ ايوه من عند سيد الكافر. هتلاقي حفرة نار كده، فوتها وما تطلعش طلعة اكتوبر، تمام؟ عدي بعد الطلعة دي على طول هتلاقي شياطين واقفين بتكاتك كده. تكاتك الفاسق؟ ايوه تكاتك الفاسق صح. اسأل أي شطان هناك ألف من يدلك. ماشي ماشي ماشي. الشر عليكم. عليكم الشر وغضب الله ولعناته. ربنا يسامحك. ماشي يا عيالي، مش شايفين شغلكم وبتلعبوا. ماشي يا عيالي ماشي. ايه ده، انت شطان أجنبي ولا ايه؟ ايه؟ كده اضطر استهلك اللغة بتاعتي كاملة. طيب do you know fitna and shaitun? Do you know where هم؟ What do you do? What do you do? What do you want? What do you want? ما الجامعة ومش جاي البروفة بكرة. What do you want? شيطون my son, do you know where? Now everybody drugs شايتون. من بتاعة البني آدمين. فتنة يا جماعة يا جماعة، مش عايزين الدراجز تنسينا أهم حاجة النهاردة، الفالنتاينز دي لازم يكون في حب كبير ما بيننا، حبوا بعض حبوا بعض. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، الحب اللي بيحصل هنا ده؟ كل الشطان مكانه. ده بابا وات
ايوه بابا، سايبين شغلكم وقاعدين بتلعبوا؟ بابا انت صحيت من النوم؟ صحيت اغفل شويه اصحى الاقيكوا كده، ده انا هفرجكوا. بس ايه الدخله دي يا برنس؟ يا جماعه بس يلا يا جماعه، ده بابا ابليس الكبير. بس حلو الطقم ده، انت جايبه من التوحيد والنار؟ مين ده؟ واحد من الديلرز بتوعي. ديلرز؟ وعشان الدخله الحلوه دي انا هعمل معاك الصح. الصح؟ ابليس يتعامل معاه الصح؟ ده اللي انتوا بتعلمه لهم يعملوا الصح. اضرب يا ابليس. اضرب؟ اضرب. غاب يا بابا، يا بابا ما يصحش اللي انت بتعمله ده، عايزهم يقولوا عليك ايه؟ شيطان غير متحضر؟ ارجوك اعتذر له. اعتذر له؟ فاضل تقولي لي اصلي لي ركعتين كمان. يا بابا شكلنا بقى يكسف. يكسف شيطان ويكسف، يا خيبتك في عيالك يا ابليس. يا بابا خلي الحاجات دي لما نبقى قاعدين لوحدينا. حالا هنبقى لوحدينا. ايه ده يا بابا؟ انت جاي تستعرض قدراتك؟ شيطان واطي بقى تقول ايه؟ يا بابا دول صحابنا وانت كده جرحت مشاعرهم. مشاعرهم؟ يا نهار ابيض، ايه اللي بيحصل لي ده؟ استحالة انتوا تكونوا عيالي. مشاعر ايه؟ ده اللي انا علمته لكم؟ ده انا لو علمتكم في الازهر مش هتقولوا كده. ايه اللي بيحصل؟ على فكره، على فكره احنا اشقياء قوي، وخد دي عندك، احنا شقاوة فينا بس ربنا اللي هدينا. ربنا اللي هديكوا؟ اتعلمتوا الكلام ده فين يا عيال؟ العين صابتني ورب العرش نجاني. انت جبت نص نقل ياض ولا ايه؟ يا بابا اللي انت بتعمله معانا ده ضد حقوق الشيطان. ضد حقوق الشيطان، واضح ان انتوا انضميتوا لحركه ستة ابليس. يا بابا كفايه. وكمان كفايه، يا نهار اسود. يا بابا ان جيت للحق. حق؟ ابليس يجي للحق؟ لا لا انا اسفه، انا اسفه. ان جيت للباطل، احنا حاولنا نعمل مظاهرات قدامك بس قلنا ما ينفعش. طبعا، عشان الخروج على الحاكم حرام شرعا. لو انت صادق، عشان انت بابا، ما ينفعش نعمل معاك كده يا حاج. حاج؟ انا حاج؟ امال كنت في الحجاز بتعمل ايه؟ كنت بشتغل، كانوا بيرجموني هناك. وانا عاطل؟ وانت صحيت دلوقتي ليه؟ صحيت اشوف الخيبه اللي انتوا فيها. يا اولاد، مش عايزكوا تنسوا مهمتكم، عايزكوا تنزلوا للناس وتروحوا لهم توسوسوا لهم تخلوهم يرجعوا كفره تاني. ها؟ مش عايز الاقي واحد مؤمن خالص، فاهمين ولا لا؟ فاهمين، بس يا بابا البني ادمين بقى الشر ماليهم لوحدهم، ما بقوش محتاجين شياطين. لا اكيد محتاجين، اكيد في ناس هتلاقوهم لسه بيعبدوا ربنا ولسه خايفين من عقابه، هم دول اللي انتوا هتروحوا لهم. دوروا عليهم في كل حته، في امريكا، في الهند، في السند، في بولاق الدكرور، في اي حته في العالم، لغايه ما تلاقوهم وتروحوا تشتغلوا عليهم. وليه وجع القلب ده كله؟ ما نعمل سيرش على جوجل. جوجل؟ ده شطاني ده ولا ايه؟ حاجه كده. عايز ايه؟ عايز تعرف ايه؟ اكتب لي المدينه الفاضله. المدينه الفاضله اسمها يوتوبيا. يوتوبيا؟ فين اليوتوبيا دي؟ في مصر. مصر؟ حلو، احنا هنروح على يوتوبيا، هنوسوس للناس، الناس الكويسه اللي في المدينه الفاضله دي هنخليهم يرجعوا كفره. اتفقنا؟ اتفقنا. الضحكة الشيطانية، واحد اتنين تلاتة. يا حلو صبح، يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح. يا حلو فل. هي دي المدينة الفاضلة؟ ايوه بابا، هي دي المدينة الفاضلة. وادينا حرتنا الارض من شرقها لغربها، ما لقيناش حتة اسمها يوتوبيا غير هنا، والحارة مكتوب عليها ايه؟ اليافطة اهي، يوتوبيا. يا ابني مدينة فاضلة ازاي؟ ده المكان هنا شكله ما يريحش. معلش معلش، بس اكيد في ناس كويسين في المدينه دي، هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم. يلا بينا بابا. انت متاكد اننا مختفيين؟ طبعا يا ابني مختفيين، احنا شياطين يا ابني.
يلا اشمعنى خايف ليه؟ عشان امن الدولة. امن الدولة ماله يا ابني ومالنا؟ انا سمعت البني ادمين بتقول ان امن الدولة عارف الشيطان بيعمل بيبي فين. انا اتكسف. خلاص امسك نفسك يا ابني لغاية ما نخلص المهمة. يعني احنا مختفيين؟ مختفيين يا ابني. امال انا شايفك ازاي؟ يا ابني احنا شياطين انت اهبل. شياطين احنا نشوف بعض هم ما يشوفوناش. اوكي اوكي على البركة يا بركة؟ ما اقصدش والله. والله؟ انت بتروح جوامع من ورايا ياد ولا ايه؟ يا احلف يا والله. ها والقرون دول اللي على راسك يا بابا. يلا بينا يلا بينا. يخرب عيلك يا جنرال. ايه ده؟ الحقيقة معلمة مكتوب ايه في الجورنال؟ ايه؟ بيقول لك قال ايه؟ مطلوب عروسة. طب ابعت مواصفاتي. انا يا معلمة. الف ب كاف ايه؟ ابكي. ابكي يا جنرال. الف انيكا. السلام. ب بقرة. بشوشة. الله. كاف كلبة. كروية الشكل. الساحرة المستديرة. ياه يلا تعالى. نسيت حاجة يا معلمة. ايه؟ واو ايه؟ والنعمة كدابة. فين غلة النهاردة يا جنرال؟ ايه يا معلمة الغلة اهي 20,000 جنيه كلهم برايز. بس الغلة خست كده ليه؟ امال لو ما كانتش البلد خربانة والناس نازلة دب بعديها. كله مش زفت كباشا. ماله التين؟ تين على دماغه ودماغ اهله. الواد امبارح رجع لي اخر النهار بقول له فين الغلة؟ قال لي ما سرقتش. يا نهار اسود، يعني ايه ما سرقش؟ انا سألته السؤال ده برضك يا معلمة، قال لي ضبه. ضبه؟ ضميري بيوجعني. يا نهار اسود تاني، يعني ايه ضمير؟ وده ليله امتى؟ والله ما اعرف يعني ايه ضمير اصلا يا معلمة. الكلام ده ما ينفعنيش. الزين مين اللي لعب دماغ الواد ده؟ جيم نون ألف. نون ألف نحو الأمية. الواد بيروح نحو الأمية. بتوع ألف بهتيه. ألف بهتيه. وطبعا عارفة أن ألف احترس من التدخين. بيه. بلاش تضرب مخدرات. بيه. تعال انتو ولود الحرام. ولود الحرام. ولود حرام. أنا الكلام ده ما ينفعنيش يا جنرال. أنا حكمت على الواد ده خلاص. الواد ده دم ما بيسراش يبقى تهيه. تهيه. دوك دايجو. انزرو. أموت في الانحراف. يه ألف يه ألف يه ألف. يعني ايه؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح. ما بيسرقش هيقطعوا ايديه. هي دي المدينة الفاضلة؟ ايوه هي دي، اسمها يوتوبيا والحارة قدامكم اهي مكتوب عليها يوتوبيا. يوتوبيا دي ولا مش يوتوبيا؟ خلاص خلاص خلاص، اكيد في كل مكان زي ما في ناس وحشين اكيد في ناس حلوين. هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم يا ولاد. صح يلا. بابا يلا ماشي. جميلة جميلة أنا آسف يا جميلة. ما تقولش آسف، أنت مش بني آدم، أنت ندل ندل. والله يا جميلة اللي حصل ده غصب عني، أنا ما كنتش في وعي بصراحة. ما كنتش في وعيك يا جميل؟ طب أنا ذنبي إيه يا جميل؟ ذنبي إيه؟ عينة تانية من يوتوبيا أهي. مالها؟ ما زي الفل أهي وكويسة. زي الفل إزاي؟ أنت مش سامع البنت دي بتقول إيه؟ دي منحلة أبوها ما ربهاش وتستاهل الحر. ما نقول بالمرة بقى إن إحنا نقيم عليها الحد يا بنت. يا بابا مش قصدي، انا قصدي بس اقولك ان هي شريرة. بالعكس دي طيبة جدا. هي لو ما كانتش طيبة ما كانتش حست بتأنيب الضمير. واضح انها خايفة من العقاب السماوي، عشان كده بتأنب نفسها هي والواد لهبل اللي معاها. هم دول الناس الطيبين اللي احنا هنشتغل عليهم. يلا بينا يلا. جميلة حاولي تنسي. طيب يا جميل. انسى ازاي يا جميل؟ ده انا عملت اللي عشان اوزع ابويا ويسيب لنا الدكانه فاضيه شويه ونعرف نقعد مع بعضينا. تقوم تقعد معايا ساعتين تحت البنك ما تقوليش فيهم ولا كلمه قبيحه. ايه ده؟ ده ما يجيش في دماغي انا اساسا. ده انا ياما استنيت اللحظه دي يا جميل، اللحظه اللي الاقي جايه عليا فيها وتبص لي بصه سافله. بس يا خساره طلعت بقف. ليه كده يا جميل ليه؟ طب اعمل ايه يا جميله؟ انا كنت فاكرك مؤدبه يعني، ما اعرفش انك كده. وانا كنت فاكرك بتفهم. طب خلاص اللي اتكسر يتصلح. لا اللي متصلح هنكسره وهبص لك بصه سافله اهو. بقي اهو كده الكلام يا قفلي. يلا بينا. استغفر الله العظيم. ايه ده بابا بيعملوا ايه؟ بس يا بنت انا مربيكي عيب. هو واضح كده ان احنا فهمناهم غلط خالص. قصدك اننا منحوسين؟ طب بقول لك ايه؟ ما نشوف حد تاني ولا اقول لكم احنا نشوف مدينه تانية. بالعكس هي دي المدينه اللي احنا هنشتغل عليها وكبرت في دماغي، وانا ما بتكبر في دماغي انا دماغي دماغ شياطين. هم دول اللي هنشتغل عليهم. بص يا بنت
نعم. فتنة. أكيد البت اللي ورا البنك ده ها ليها أب. أنا عايزك تستخدمي أسلوبك وتجيبي لي أبوها على هنا. حاضر، بس وسعوا كده. يلا بينا. لا حلو، حلوة هشاوي صحيح. كفك وهشاوي راح فين؟ لا ده كان قاعد جنبي. يمكن انا لفيت غلط. الله الله الله، طب ايه بقى اللي جاب البيت في الخمار؟ مغشوش انت. اديني جبته لكم اهو. حلو، وسوسوا له ان هو يروح يشوف بنته. أكيد هيشوفها في الوضع ده، لا يقتلها لا يقتلوا لا يجوزهم وبعدين يطلقهم وبعدين يقتلوا بعض، لازم يبقى فيه شر. اشتغلوا. روح شوف جميلة. جميلة لوحدها في المحل. روح شوف جميلة باعت إيه النهاردة. يا ترى بتعمل إيه في قلب المحل؟ ما أروح أطل على البنت جميلة وأشوفها باعت إيه بقى. يلا. إيه عم سرحان يا فضحتي؟ ايه اللي انا شفته تحت البنك ده؟ عم سرحان ارجوك افهمني. افهمك ايه يا جميل؟ انت بتطعن في ظهري، بتخني، وبتلعب بدلك مع بنتي من ورايا. يا دي الديل اللي شابكينه في اي حاجه. ليه كده جميل؟ ليه كده؟ قول لي ليه؟ دري يابا، هو انت كنت شفتنا بنعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ امال يا بنت كنتوا بتعملوا ايه تحت البنك يا بنت؟ كان بيحط لي قطره، حط لي في العنجي وكان فاضل العنجي. طيب مش تقولوا كده من الصبح؟ خلتوني اظن فيكم زن بطال. اللهم اخزيك يا شوشو. وبقيت شوشو. انا بقيت شوشو. استغفر الله العظيم يا عم سرحان، شفت الناس بتظن في بعض ظن مش حلو ازاي؟ شفت؟ معلش بقى ما تاخذنيش يا ابني، برضو انت عارف ان انا اب، عارف الاب اللي يخاف على بنته قد ايه. طب. وانا والحمد لله معود بنتي على الادب والاخلاق والفضيه من صغرها. يعني تقدر بنتي مثلا يعني تطلع كده يعني البيت بعد الفتح؟ ده كان يقطعني حتت ويرميني للقطط. سامع؟ ونعم الاخلاق والفضيله. طيب حيث ان عجبتك الاخلاق بقى، انا هسيبكوا تحط لها اطرف العين الثانيه. بس يا جميل جميل اخويا مش هوصيك بقى. ما تخافش يا عم سرحان، دي بنتك دي فوق راسي والله. تمام، هسيبكوا انا بقى وتستمتعوا كده. هبا نايس تايم، وقت سعيد. يا راجل يهبل. يلا بينا. يا بابا يا بابا، انت متأكد ان احنا شياطين؟ مش عارف يعني. بس ما تقلقوش. ايه ده؟ انفعل. ايه ده يا بابا؟ في ايه؟ انفعل يا ايه ده يا بابا؟ انفعل، ولع الدنيا حواليك يا قال ايه؟ بيقول علينا احنا شياطين. ايوه كده. يا ناس انت فاري قد يا ناس، انا بقى قتل 2-3 النهاردة كده عشان دماغي رايقة، والمصحف كنت بعرف افتحها. النبي سقف للنبي يا اخوانا، كده سقف للنبي. الله اكبر. انت فاري قد يا ناس؟ طب مين ياض يا كلب انت؟ انا النص. طب مش النص اللي انا عايزه؟ انا النص التاني اللي انت عايزه. وانت ايه بقى يا؟ هتدخل على جزئين؟ والجزء التالت هينزل في رمضان. طب تعالى بقى يا حلاوه. لحظه، خش يا انت جوه عشان في كلام ناس كبار. انا خايف. خش بقول لك. يا تعالى يا عايز اسالك. خد يا إيه؟ ده انا جاي النهارده بعمل معاك واجب السنين. ومش مكفيك اللي انت عملته قبل كده وانا غريب يا سلخاوي؟ يابا احبك يا I love you. I love you too. الحقوا واحد جايب واحد صاحبه عشان يعمل معاه واجب السنين. قلت لكم هنلاقي ناس طيبين وبيحبوا هيعمل معاه واجب، دول اللي نشتغل عليهم. يلا زي ما انت يا يلا بقى عشان الصوره تطلع حلوه. ده دم يا. وهروح ازاي؟ انت ساكن فين يا؟ في الهرم. اركب من الجيزه وروح عادي، انت هتشتغل نفسك. وهو انا تايه وبسالك على الموقف؟
امال انت عايز ايه يا؟ اروح لامك يا ناس اسال اخوي كل يوم متعور منك يعني. هتروح لامك يا انت تفضل طول عمرك جبان؟ انا عايزك قلبك ميت. قوم اقف يا. انا واقف. قوم اقف. خدي المطوه دي. لا بدرس. يا دي امسك المطوه يالا. يا عم لا بشعر. امسك خلص. اهو. عورني في وشي. يا نهار اسود ما اقدرش. خلص عورني. ما اقدرش انا. طب هات قول ورايا. انا مش هخاف المره دي. انا مش هخاف المره دي. ضاع من عمري سنين في الخوف. ضاع من عمري سنين في الخوف. تمام خلاص. انت مفيش امل منك يا. ليه طيب؟ على الطلاق مفي امل منك. هتعمل ايه يا مجنون؟ تعالى يا عم حقتني. هو احنا في فيلم ابراهيم الابيض يا جدعان؟ انا اتخنقت. انا جالي احباط. جالي احباط. ما تقلقوش يا ولاد ما تقلقوش. انا هغير الخطه. احنا هنلبس لبس البنادمين وهنظهر لهم زيهم بالظبط وندس في وسطيهم. اول حاجه هنعملها ان احنا نخليهم يبقوا مؤمنين. ايه؟ ابليس هيهدي الناس؟ القيامه قامت. هنتسخط. انت بتقول ايه؟ قول بقى انك بقيت مؤمن. قول انك مؤمن. ابليس بتاع معصيات مش بتاع سندوتشات. احنا هنخليهم يبقوا مؤمنين الاول وبعد كده نقوم وسوسين لهم يرجعوا تاني كفرة ونمارس شغلنا. يا ابن الايه يا بابا؟ ده انت طلعت عفريت. يا ابن القرون دي على ابليس مش واي فاي. يلا بينا لاخر مرة هنضحك الضحكة الشيطانية. واحد اتنين تلاتة. صدقوا دي احلى. احنا هنعمم الضحكة دي عند كل الشياطين. قولي. تمام قول. ايه احنا شياطين؟ بس رجاله. قول ورايا. هي 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 هو 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 هي هي هي. يا سفله. يا اخيرا نزلت كوكب الارض. هموت واشرب شيشه. ايوه يا ابلوس. شطاوطو فينك يا جدع؟ بقالي شهر بوسوس لوحدي. يا ابني انا كنت مسجون. ليه قتلت؟ انا ما بقتلش. يبقى سرق. ما بسرقش. امال مسجون ليه؟ شهر رمضان يا جدع. صدق احنا بنفرح بالعيد ده اكتر من المسلمين. انت مالك يا ابني متضايق ليه؟ يا عم الناس مش سايبانا في حالنا. كل واحد ياخد له واحده في اي مكنه تقول له خايفه الشيطان يضحك عليا. خايفه الشيطان يضحك عليا. اضحك عليها ليه؟ انا شغل فيلم الاسماعيل ياسين واضحك براحتي. عارف يا ابني تعرف ان البني ادمين دول هم اللي حسدونا؟ من ساعه ما قالوا الشيطان شاطر. الشيطان شاطر وانا قاعد بعيد في تانيه ابتدائي. سلام يا عم. راح فين؟ عندي درس كيمياء خلاص واجيلك. وانا هوصل مشوار واجيلك. هتروح فين؟ راح استشوار قروني. طيب يلا سلام. سلام. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. سلام. تعالى يا معلمه اقول لك على حساب الغله اللي سرقناها امبارح بما يرضي الله. قول يا جنرال. بص بقى يا معلمه. احنا سرقنا امبارح 100,000 جنيه، انا خدت منهم 70,000، يبقى انت ليكي كام؟ سه ألف. سه ألف؟ ثلاثة آلاف. جاني يا جنرال. الله ينور عليك. الو، ايه يا حماده؟ ايه يا حبيبي؟ طبعا بحبك وبموت فيه، ده انت اكتر واحد بحبه في الدنيا دي. يا نص يا نص يا نص. انت فين يا نص؟ نص نص عايز ايه؟ تعالى ياد هنا ياد. انا نويت والنية خالصة لله ابقى بلطجي. يا رسود منيل. ايه يا كسل خبح لحياتنا والنبي. يا كسل خاوي ايه ياد ده كمان ياد؟ ده شبه الزعافة. ياد انا عايزك تركز معايا. انا خلاص عملت سكة جديدة في الاجرام. عملت ايه؟ عملت اكون على الفيس وصورة الكفر علشانك يا يارا انا لبستلك النضارة. طب وانا فين في الكفر ده؟ امسك النضاره وروح اقعد مع اختها ساره. لا اخاف اقعد مع ساره لوحدي. لا ياد بص ياد انا عايزك ياد تبقى زيي. ياد عايزك تبقى زيي زيي. حاضر. اوه انا حاسس ان انا دجاجه. دجاجه؟ انت هتنقر معايا ياد؟ لا ما اقدرش انقر معاك. بص ياد انت مفيش منك رجا. انا عايزك تقول ورايا. انا مش هخاف المره دي. انا مش هخاف المره. انا ضاع من عمري سنين في الخوف. انا ضاع من عمري مش خايف. امسك ياد انت شكلك هايب اللحظه. الدهاني في وشي. انا كتير. لا ده شريط شيرين الجديد ياد. الدهاني في وشي. هو انت ناقص يا سيدي معلم. يا ده اخلص. خد اشاره البيت. يا ابني المفكوكه علمك تعلم عليا. انت اللي جبته لنفسك بقى. الله الحق ناس الاخاوي. يا نص مالك.
الواد علم عليا يا سلخاوي. مين اللي عورك كده يا الواد؟ النص واحد. انت انا اللي عورته كده؟ يا ابن المجنون انت عبيط. انت ادونا فرصه بقى النهارده في السلخاوي. انا السلخاوي. انا اللي قتلني يا انا اللي عورني اقتله يا شاهد على روحك يا اتشاهد يعني على روحك يا عم. انا مسيحي. ما قلتليش ليه يا عاملها لك مفاجاه. تعالى. انا خلاص بقى انا جعان. انا هسلق الواد ده واكله. وحشي رز ولا اقول لك فريك عشان يبقى كريسبي كده؟ من عناية. يلا بينا. يا دي الاخبار اللي ما تسرش يا معلمه. خير يا جنرال؟ بيقول لك بقى الايه، من كثره ما يعانيه الشباب من الفقر والبطاله نصف الشباب بينتحر من فوق كوبري قصر النيل. لا اله الا الله. والنصف الاخر يتحرش بالبنات في الشارع. يتحرش بالبنات في الشارع؟ اني شارع؟ استبحثت عن السكان الجداد. استبحثت يا معلمه وجبت لك كل الديتيلز والتفاصيل. جيف مي. بص يا معلمه، الناس دي مكونين من شين عين. شين عين؟ شيخ وعياله، ولد وبنت. طب ما حلو الشيخ، ما منوش اذى يعني. لا منه يا معلمه منه. انت فاكره الشيخ اللي جه قبل كده وقعد يلعب في دماغ العيال لحد ما عصاهم علينا؟ يا جنرال ده لو طلع زي الشيخ اللي قبليه يبقى هنون. هنون؟ هنغسله ونكويه. انزراف. اموت في الانحراف. بتقول ايه يا تامر؟ مش سامع يا حبيبي ايه؟ طيب ما شاء الله. اخرق انت على تافه يا كلب. خلاص بقى يا عم الشوح. هقول لك عايز ايه. بص بص يا سلخاوي، الواد اخويا الكبير ده اسمه هادي، الواد ده شغال مدرس. انا بكره المدرسين كلهم يا، مش دول بتوع قطاتي الصغيره اسمها سميره وخدها الكوت مشمش وزنقها في الجزيره؟ مش هم دول؟ اه يا عم فكرتني. اه صح هم دول. انا بقى لو شفت مدرس هموته يا. بص انت مدرس يا؟ يا عم مدرس ايه؟ حرام عليك بقى، انا صاحبك من زمان يا سلخاوي لسه بتفتكرني دلوقتي؟ طب عايز ايه؟ بص الواد ده ما ينفعش اتعلم عليه. قولي ليه بقى؟ ليه؟ لان البنت اخته الدكتور هتزعل منك. ليه؟ اللي هيزعلها هيخش النار. ليه؟ البت دي خدودها بيضة والقطنة ما بتكدبش. البت دي اسمها ايه يا؟ هدى. بيقولوا انها دكتورة. عارف لو شفتك في يوم بتبص للبت دي ولا بتتكلم معاها عامل فيك ايه؟ صدقي بقى عيب عليكي عشان انت عارفة ان انا مش بتاع الحاجات دي خالص. وبعدين فكيني بقى، انت هتفضلي ربطاني وتعملي فيها الحاجات دي لحد امتى؟ يلا بقى عدي عليا بالليل. شيخة. الو. ايوه يا زياد يا حبيبي. والبنت دي بتنزل امتى بقى ان شاء الله؟ كل يوم في نفس الميعاد ده بالظبط. يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا مرحب بالسكان الجداد، والله الحاره نورت. يا اهلا وسهلا يا ست بجعه. بحيره البجعه كلها ما شاء الله. وانتوا هتقعدوا بقى فتره كبيره معانا هنا ولا هتعملوا ايه؟ يعني على حسب ما نستريح في المنطقه. لا ده انتوا هتستريحوا في المنطقه دي اخر راحه، عشان انا العرباجي بتاع المنطقه دي لو حد كلمكم هموته. انا عندي جثث كتير مش عليها جوه يا دكتوره، لو عايزه جثه تشرحيها تعملي المحل. عايزه ايه؟ جثه؟ اه لا انا مش دكتوره زي ما انت فاهم، انا دكتوره في الادب. في ليه؟ في الادب. يعني امك يا اختي، يعني انت ضيعت عمرك ده كله عشان تتعلمي الادب؟ اه. طب وما ربيتهاش ليه؟ وفرت عليها التعب ده كله. لا هي دكتوره في الادب، مش الادب اللي حضرتك عارفه انه عكسه قله الادب اللي عندك. يعني لا، يعني الادب اللي عندها ده نوع من انواع الفنون. فنانين يعني؟ لا ده احنا ربنا يكرمنا مع بعض، واحتمال على الطلاق لاعمل لك اغنيه يا بنت هتفلقي العالم. تعالى افهمي. تعالى استاذ. افندم. عايزك تديني درس، عايزه اتعلم اقرا واحد. بس كده من عينيا الاثنين. طب تعال ما نتفق. اتفضلي يا ده ناس معلمه. هات لنا الشاي بلبن. بايه؟ بحليب. لسه بقى فتمتش. بقول لك ايه يا عم الشيخ. ايوه يا بنتي. انا عايزك في كلمتين. خير يا بنتي؟ لا لا لا، دول كلمتين سر يا اخويا، اخاف اقول هنا حد يسمعني. تعالى معايا عند الدكانه. اتفضلي يا بنتي. اتفضلي. خير يا بنتي؟ في ايه؟ بصي يا عم الشيخ، انا عملت ذنوب كتير قوي ونفسي اتوب بقى. جميل جميل جميل. ايه ده، انت عرفت منين انه جميل؟ لا مش جميل، لا جميل ان انت تعترفي يعني بذنوبك، وده بدايه طريق التوبه يا بنتي. علام علام ايه يا معلمه اللي انت عايزه تتعلميه؟ وماله الجهل؟ ما انت احسن من 100 نطع متعلم زي اللي قاعد جنبك ده. جرى ايه يا اخي جنرال؟ هو انت مش عايز المعلمه تتعلم ليه؟ خايفك شايفه وهو بينصب عليا وهو بيغلبني في حساب الغله بتاعت العيال اللي بيلف نصها. ايه
ده يا معلمة؟ انت بتشك في ذمتي؟ ده على اساس اني دبوس. مش ضاحك. طب بشك في ذمتك. بتشك في ذمتي ليه يا معلمة؟ انت ما تعرفيش انا ابقى مين؟ حرامي سابق. الحمد لله. ومدير اعمال شيخ منصر حلية. فضل ونعم. هتكون من يعني؟ نونسين. نونسين؟ نيكول سبا. نيكول سبا؟ انا نيكول سبا؟ طب على الطلاق ما انا قاعد لك فيها وشوفي مين هيدورها لك. انا غور في 60 دقيقه تصدق ان انت وليا؟ واو 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 وليا واطيه انزراف اموت من الحرام. الاستاذ هو اللي هيمسك لي الشغل. بس احنا ما اتفقناش على كده. احنا اتفقنا ان انا اعلمك وبس. وهتمسك لي الشغل برضو. بس يا ست بجعه ما ايه قصدي يا ست؟ انت هتذليني عشان تتعلمي جرايه يا استاذ؟ هو العالم فوره تحط لي في نص كوبايه ميه الشيب تتعلم؟ ما الموضوع هياخد وقت والعيل كده تهن. وانا ما اقدرش اهين تاريخي التربوي على ايد مجموعه من الرعاع والسريحه اللي شغالين معاكي. وانت هتهينه ببلاش؟ ما انت هتاخد عرقك بجرب. انا مش مقتنع. اقنع. يا بنتي كل ده حصل لك. اعمل ايه يا عم شيخ؟ اصل الواد كان مزد قوي، ولا اللي قبله كان امز منه. ايه ده، هو كمان كان في قبله؟ وقبل اللي قبله كمان. الله 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 الله، ده انت هاويه بقى. جرى ايه يا عم شيخ؟ ما تحترم نفسك. ايه هاويه دي؟ انا محترفه. طب وانا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ تعلمني ازاي اتوب. اصل الناس هنا في المنطقه بيقولوا عليا كلام مش حلو، وبيقولوا اني ماشي بطال. امال عايزاهم يقولوا ايه؟ انك صينيه كوسه بالبشاميل يعني ولا ايه؟ وضع طبيعي انهم يقولوا ان مشيك مش بطال من اللي انت بتعمليه. طب ادعي لي ربنا يغفر لي. يا بنتي اللي عايز ربنا يغفر له يدعي هو بنفسه، ربنا مش محتاج وسيط. طب ما انا ما بعرفش. اتعلمي يا بنتي اتعلمي. طب علمني علمني. اعلمك ايه؟ جرى ايه يا عم الشيخ؟ يعني هتكون هتعلمني ايه؟ الرقص؟ عايزك تعلمني ازاي ابقى محترمه يا اخويا. اللي عايزه تبقى محترمه تبقى محترمه من جواها الاول يا بنتي. والله حاولت كتير يا عم الشيخ، بس اعمل ايه بقى؟ منه لله. هو مين؟ الشيطان هو اللي بيغويني. نعم الشيطان اللي بيغويكي؟ ده انت اللي بتغوي دلوقتي حالا اهو. مالك يا عم الشيخ في ايه؟ بلا مالي بلا بتاع، ابعدي عني. انت ده تسخنتي يا عم الشيخ. ايوه تهببت، ابعدي. طب تعالى معايا. على فين؟ تحت البنك. لا تحت البنك لا. هعمل لك كمادات. عشان السخونيه يا دماغي راحت فين؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفضل. ها قلت ايه بقى يا ست البنات؟ قلت ايه في ايه؟ عايزنا نشتغل رقاصه؟ ده منظر رقاصه يا بنت. تنيلي، هي الاغنيه فيها شويه رقص، وبعدين انت مش فنانه؟ ما هو الرقص ده ما هو ايه؟ ما هو فن. انا واخده دكتوراه في الادب. ما فرقتش كتير من قله الادب. تمام، هي كلمه اشفوتيها تاخدي 10000 جنيه في اليوم. ها الرقاصه بتاخد 10000 جنيه في اليوم؟ ولو انتمت مع واحد خليجي احتمال تاخدي بالريال القطري. طيب اديني فرصه افكر. فكر يا حلوه براحتك. عموما لو ماشي اديني رن، انا قاعد هنا مستني. علمني الحب، علمني علمني يا ست. انت عايزه مني ايه؟ قرايه يا استاذ، شويه شويه هتفهم الشغلانه. لا بقى ناظر يجي يزعق لك، ولا ولي امر يجي يسبلك. في واحده عايزه تتعلم تقول يسبلك. طب هي يا استاذ قلت ايه؟ ممكن تسيبيني شويه افكر؟ براحتك، ويوم ما تفكر قول لي، انا هستناك فوق. فوق فين؟ في شقتي، عشان يبقى انا وانت والجيدان دالتنا. ما انت ما ينفعش معاك شيطان واحد. وين هنادي يا ماما؟ يا بابا الموضوع مش سهل يا بابا. ايوه. وعايزه اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين اني مش محتاجه فلوس خالص، بس اول ما سلخاوي ما قال لي ان الرقاصه بتاخد في اليوم 10000 جنيه انا حسيت بالطمع. وانا يا بابا انا حسيت بالجشع لما الست البجعه دي كانت عايزاني اشتغل مكان الجنرال، حسيت ان انا عايز اسرقها. بابا الصهد ده جاي منين؟ جاي مني انا يا ابني. انا كمان برضو حسيت بحاجه كده مش عارف ايه هي يعني. طيب هي مش غريبه ان احنا نحس بالمشاعر الانسانيه دي؟ لا مش غريبه ولا حاجه، ده وضع طبيعي يا بنتي. اما دام بقينا بني ادمين، انت تحس بالطمع وانت تحس بالجشع وانا احس بحاجه غريبه جدا، فيعني ما تقلقوش، احنا لازم نبقى متماسكين. اهم حاجه نتعاهد على الهدف اللي احنا جايين له.
نتعاهد على كده يا اولاد. نتعاهد على كده. نتعاهد على كده. اسمعي بقى يا ست البجعة، الشغل ده ما ياكلش وما ينفعش معايا. يعني الواد يطلع يسرح من طلعة النهار لاخر النهار ما يرجعش غير بألف جنيه؟ ليه؟ ده لو بيسرح بتنشكي وحرنكش هيرجع باكتر من كده. ما براحة على عيالي يا استاذ. مفيش حاجة اسمها براحة، والكسل ما بحبوش. طب هدي اعصابك. ما بحبش اللي يقول لي هدي اعصابك. ومن هنا ورايح الشغل هيبقى ثلاث فترات، فترة صباحية وفترة مسائية والفترة التالتة وهم نايمين. يا رحمي هيشتغلوا وهم نايمين ازاي؟ زي السكر في الشاي. الوقت ده انا اولى بيه. انت؟ ايوه انا اللي بخطط وبتكتك، وانا اللي طورت ادائهم. طورت عليك يا جارة، ما لقيتش عندك زنارة. ايه الكلام الغريب ده؟ ما غريبة للشيطان يا هادي. هدي نفسك كده وما تسيبش نفسك للشيطان. هو انتوا كل حاجة عندكم الشيطان؟ ما تسيبوه في اللي هو فيه. اي مصيبه تلزقوها في الشيطان ايه؟ بجنيه. عايز اراضي الشهر يا حبيبي. وخلي بالك انت اللي شغال عندي مش انا اللي شغال عندك. طب اسمعي يا بجعه، ايه الف واو؟ يعني ايه هقاو؟ ده انت بتحلمي. بحق ايه؟ بتحلمي. طب ها هي يعني ايه؟ يا سلام. اسمعي بقى يا بجعه، العيال اللي انت فرحانه بيهم دول خلاص بقوا تحت امري وتحت طوعي. ايه؟ ألف بيت. يعني ايه؟ العب باليه. بقى كده يا هادي، ده تلميذ ياض، انا اللي معلمك على ده دول. انا هوريك، وعلى راي المثل اديك وبكل سهوله، شكلك لسه في سنه اولى. شمعة منورة عليك يا عم الشيخ. كنت بتعمل ايه مع جميلة؟ في الواقع واقع. ده انت اللي واقع. قول كنت بتعمله ايه بدل ما افضحكوا سوا. ما تتلمي يا ولية انت يا دون، ده انا دقك زي التومة بايدي الهون، ياللي ما تنضفيش حتى لو شدوا عليك السيفون. يا نقطة في كوباية، يا بقى عظيم ليا، يا عاملة الغش التجاري. نقطة في كوباية ازاي؟ تحت امرك يا ست البجع كله. ايه طلباتك؟ ما تتلمي يا بجع كده يا حبيبتي وتلمي حنفياتك السايبة. حنفيات؟ شايف يا عم الشيخ؟ عايزة تقول لها لا علاقة بحنفي السباك، يرضيك؟ لا طبعا ما يرضنيش، انا عمري ما سمع ان انت على علاقة بحنفي السباك. يخليك ليا. بس سمعت انك على علاقة بحنفي بتاع الدش. الريسيفر كان بايظ، كان بيظبطه. ريسيفر؟ اقسم بالله يا بجع على كم جرسكي في كل حته. انا هسكت لك يا بنت، مش هرد عليك ولا على فريكي، وديكي بيه دلوقتي. الله الله الله، هتقعدوا بقى تسيحوا لبعض في الشارع، ما انتوا الاثنين الخسرانين، سمعتكم هتبقى زفت زياده ما هي زفتين. اهدوا، انت عايزه ايه؟ عايزه ايه يا ست بجع؟ عايزاك تشرح لي زيها وتركز وانت بتشرح. طبعا لازم اركز، المنهج ده صعب قوي. حاضر يا ست البجع، حاضر. يا بنتي يا بنتي، كتم العلم خطيئة. اتفضلي، تحب اشرح لك فين؟ تعالى وراي. يا رب توب علينا بقى يا رب. كتم العلم خطيئة؟ ايه العلم في كده؟ جميلة جميلة، انا عارف ان انت بتخونيني هنا مع عمو الشيخ. اخونك ده على اساس انك على ذمتي ولا على ذمتي؟ نفض لنفسك يا جميلة، انا مش فايقه لك السعادة يا عينيا. نفض لنفسك بقى بعد ما تحببيني في قلة الادب تقولي لي نفض لنفسك؟ طب وربنا لا اقتله. وسع من وشي. اقتلك يا عمو الشيخ، انت فين يا عمو؟ اوف اوف، ما تفهمش يعني ايه اوف اوف. انت خلاص ما بقاش حد عارف يكلمك، بقيتي ناديه الجندي. عملت شعرك انوشكا وانطلقتي خلاص.
ما هو انت يا حبيبي اللي مش عايز تفهم ان دورك معايا خلاص انتهى. لا انا دوري لسه ما انتهاش معاك، انا فاضل لي مشهد معاك هكمله للاخر عشان تبقي فاهمه. الشهره اللي انت فيها دي انا اللي موصلك برجلي. تكونش يا حبيبي فاكر انك وصلتني اول فصل، وده افخم مكان بالنسبه لك انت عارفاه. لا يا حبيبي، انا الشهره اللي انا وصلت لها دي وصلتها بعرق جبيني، وعارف انا لو شفتك مره تانية هجيب البودي جاردات بتوعي ويجوا يروقوك، ولا اقول لك انا هجيبهم يجوا لك دلوقتي. انت مش قلتي لو شفتيني مره تانية؟ رجعت في كلامي، انا جايبه البودي جاردات دول عشان يخلصوني من الاشكال اللي زيك. طب ما بلاش البودي جاردات دول عشان بيروحوا الجيم ولو تفوا عليا يحرقوني. اسم الله عليك. ايوه كده يا توت، اخشع واعرف انت بتكلم مين. اخشع؟ انت بتكلمي جمل؟ وعهد الله انا ما اسكت. لا ده انا عرباجي قد كده. انا خلاص تعبت من الناس دي ورهقت منهم. سلخاوي ملك يا سلخاوي، ده انت كنت تزعل زعل الناس تنام الخوف. انا كل ما بشوف الكتعه دي قلبي بيتقبل. تصدق بقى ان انت حهنون؟ يعني ايه؟ حيوان ناطق. صدق ان انت شبه التلاجة بقى، وانا مش عايز اتكلم بالصبح. يا جماعه احنا لازم ننتقم منهم كلهم. صح يا جميل، ننتقم منهم. يلا ننتقم منهم. يلا بينا ننتقم منهم. ايه؟ الحقني يا بابا. ايه الحقني يا بابا؟ البجعة عايزة تقتلني هي والعيال السريحة. وانت مالك؟ أنا البلد كلها بتجري ورايا، بيقولوا لي قال إيه؟ الشعب يريد الفرجة على الطبيعي. وانت يا بابا بتجري من إيه؟ رجالة الحتة كلهم بيجروا ورايا، معرفش أنا عملت إيه غلط، أنا مش عارف. طب هنعمل إيه؟ ما تقلقوش أنا معاك، وأكيد هيجي لي أفكار شيطانية هتصرف. يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي يا حبيب قلبي. حبيبة قلبي يا بجعة، إزاي؟ اثبت مكانك يا. ايه يا جميله، ازيك يا جميله؟ ما تتكلمش معايا يا راجل انت، الراجل اللي ما يدافعش عن نفسه ما يلزمنيش. سلخاوي يا حبيبي، مش ناوي تعمل حاجه؟ لا انا مش هعمل لك حاجه، انا هشعلك من شعرك الاحمر ده على باب الحاره بس، واركب لك زنبلك كل ما نشغله راجع تروح ايه ثابته في مكانك. اصبري، ما تعرفوش بقى انا ممكن اعمل ايه. ما هي ناقصاك انت كمان، هتعمل ايه حضرتك؟ هقعد اتفرج عليك. بس كل واحد يقف مكانه، انتوا مش عارفين احنا مين اساسا. انا ابليس ودول ولاد الشياطين. خاف ياض يا جميل. يامي 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 يامي، احنا هنوع من الرعب دلوقتي. ايه ده، انتوا مش مصدقين ولا ايه؟ خوفوهم يا ولاد، برقوا لهم، ارعبوهم. احنا عموما عندنا دفعه رواد فضاء تتخرج الاسبوع اللي جاي، يعني بناقص واحد. وعموما احنا ممكن نبقى نبعت له رحله مخصوص تجيبه بعدين. هو صحيح هيتعذب له شهر ولا اتنين عقبال لما نرجع له، بس هو يستاهل. صدق عندك حق. فاكر لما كان بيدخل الحمام وياخد السندوتشات كلها معاه وما يرضاش يدينا ولا سندوتش؟ ولا في عيد ميلاده لما قعد يلغوص في التورته عشان ما حدش غيره ياكل منها. ايوه فاكر. بس احنا نسيبه هنا بقى في الكوكب الغريب ده لوحده. سيبه بقى، سيبه، يلا روح اركب انت دلوقتي يا عمار. هو كان حلم عمره اصلا يعيش في كوكب تاني، ليه يتفسح هنا بقى؟ يا عمار، عمار يا عمار، انت فين يا عمار؟ يا عمار يا عمار، ايه ده؟ ده خد الصاروخ وجري. ده بيستهبل ده ولا ايه؟ يعني احنا ما صدقنا المصريين طلعوا على الفضاء، اول حاجه يعملوها الحركات البلدي دي؟ خد الصاروخ راح بيه فين؟ هو مترو لو فاتني هاخد اللي بعده. طب انا هعيش ازاي على الكوكب ده؟ بتنفس ماشي، لكن هاكل منين؟ هشرب منين؟ يا عمار يا رب يكون خده وبيخمس بيه وراجع تاني. يا رب يا عمار، عمار كده بقى خلع. طب وبعدين؟
ما انا كده ممكن اموت، لا في اكل ولا في شرب ولا في اي حاجه. ايه ده رضعه على في الفضاء؟ يا نهار ابيض، هو في هنا كائنات فضائيه ولا ايه؟ طب حالبين ايه دول؟ يعني اسمع في كائنات فضائيه بس عمري ما سمعت في بقر فضائي ولا جاموس فضائي. ايه ده، انا حاسس ان هقشط. ده موحش قوي، ده موحش قوي. لا يا عم، لا يا عم. لا ده جاي لنا انا بقى. يا سلام، كائنات فضائيه. نعم، بس على اساس ان قطه يعني ولا ايه؟ بس ايه؟ ايه 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 في ايه؟ في ايه؟ بخو كمان؟ ايه في ايه؟ عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ والله انا مسالم، انا مسالم. عايزين منه ايه؟ عايزين تلمسوني ليه؟ اوعى اوعى. ايه الكائن الفضائي الغريب ده؟ ايوه، اللي هي بتاعت اي تي هوم فون، اي تي فون هوم. ايه، انا سعيد. انا سعيد. لا انا سعيد. لا انا سعيد. انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ يعني اول ما لمستها الكلام اتنقل لها بس الفهم بعافيه. عندكم اكل؟ عندكم اكل؟ عندكم اكل هنا؟ عندكم اكل هنا؟ ايه ده، انت لابس نظاره؟ على الفضاء. احنا على الفضاء. ده السهبل. قولها قولها. تعبيط. يلا عشان يبقى اخر يوم. يلا تعبيط عشان يبقى اخر يوم. يلا لا قولي اللي بعديه. هات هات تاني، هات تاني، هات تاني، يمكن تفهمني. ها فهمني. يعني ما لمسته مرتين الكلام مشي. حلو قوي. يعني بتعيشوا ازاي؟ يعني بتعيشوا ازاي؟ يعني بتتجوزوا؟ يعني بتتجوزوا؟ طب بتاكلوا ايه؟ طب بتاكلوا ايه؟ يعني انتوا ده ايه، شعر؟ يعني انتوا ده ايه، شعر؟ ده ايه الاصفر ده؟ ده ايه الاصفر ده؟ انتوا عندكوا اكل؟ انتوا عندكوا اكل؟ عندكوا شرب؟ عندكوا شرب؟ فاهميني؟ فاهميني؟ انتوا فاهمين؟ لا انت خلاص، انت طماع. انت طماع. هس ايه؟ هس ايه عشان تغلط وتخش بالنضاره؟ ماشي. هس 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 ايه؟ ما بتشوفش؟ ماشي يلا. انا إيه سعيد. عندكم ايه؟ انا سعيد. انا سعيد. انا سعيد. عندكم اكل ايه؟ انتوا بتتجوزوا عادي؟ انا سعيد. انا سعيد. انتوا بتتجوزوا. واضح ان الكلام اتنقل لكم، بس انتوا محتاجين تعرفوا ثقافه، تعرفوا فن، تعرفوا حاجات كتيره جدا عشان تعرفوا تتكلموا. لغه الكلام اهم حاجه. انا بالصدفه معايا الايباد. ايباد. هنا بقى هتلاقي ايه؟ افلام. افلام. مسلسلات. مسلسلات. برامج توك شوز. توك شوز. عشان تبوظ لكم الكوكب بتاعكم. تملوا دماغكم. دماغنا؟ هيقولوا الحاجة وعكسها. يلا اتفرجوا بقى. بلاي. بلاي.
الشعب كله لازم يتمرجح المرجحه والزعل على الزعلان، كله هيزعلق لما يتقطع نفسه. طمني وقول لي هتجيلي يا وحشني ومن زمان عيني هتموت عليك، ده انا بحلم يومها وانت جنبي والشوق يا حبيبي. شيلوا الميتين يا راجل، انت قادر تشيل نفسك الميت دلوقتي؟ انا شيلوا الميت ازاي دي؟ اهدوها البعض، اهدوها البعض، وسعوها. ابو شقله فتح عندنا. انت عبيط خالص، محدش فيكوا عارف ايه احسن حاجه حصلت في الكوكب. ما تخلصي يا ترى بقى، انت هتفضلي تسالينا كده كتير. احسن حاجه حصلت ان سعيد جه الكوكب، بيعلمنا حاجات كتيره احنا ما نعرفهاش. انت شكلك كده بداتي تحبيه. تعنوري الشريف؟ اه شفته. طب وشفتي فين بتاع عمر الشريف؟ اه شفته. طب وشفتي فين بتاع شريف الشريف؟ لا ما شفتوش. بتاع احمر على ابو يمتيه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بقول لك افلام الحب دي هي احلى افلام في الدنيا. بص شوف مين لا لا ولو، بص شوف مين لا لا ولو. ايه ده؟ دول العيال البيئة اللي مسمين نفسهم ثلاثي ضوضاء الكوكب. بص شوف مين لا كوكب، بص شوف مين لا كوكب. بص شوف مين يا كوكب، بص شوف مين يا كوكب. شفت الفضائية راكبة مركب مركب مركب، بطني اتقلبت قعدت تكركب كركب كركب. قلت هيبقى يوم مهبب هبب هب، قلت لها يا سوكا نميرة هاو 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 هاو. الله الله، أنا نفسي أبقى معاهم. لا يا كفتة، دول عيال معفنة من ساعة ما قصوا ضوافرهم وهم فاكرين نفسهم بلطجية. دول ما بيتفرجوش على حاجة غير عبد وموتى وإبراهيم الأبيض بس. بعتني بكام يا عشري؟ خمسة؟ 55 65 فيلم من كلمتين ابراهيم الابيض. انت مجنون ياد ولا ايه؟ ده انا قتلك هنا. ايه يا عم؟ انا ابراهيم الابيض ياد. وسع يا عم انت وهو، وادي الزيت اهو عشان ما حدش يعرف يمسكني. ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ تضرب بجد؟ والله ما قصدي. اضرب بالراحة. ايه يا عم؟ أي. ايه يا معلم زرزور؟ يا معلم زرزور ايه؟ عدي لي شغل حاجة. ايه؟ عدي لي شغل حاجة يابا. ده ضربنا في بيتنا يابا. زرزور في دماغي. البسها بن، البسها بن، تعالى. وبعد كده تبقى تحط عليها زبل حمام وتدعكها كويس وتشيلها على المغربيه. تشيلها على ايه؟ المغربيه. مغربيه جدع عهيمك.
انت يا واد قلبك ميت صحيح، دخلت علينا دخلة انك لميت وانهم لميتون. الجرعة حلوة، الجرعة حلوة، مفيش كلام هيمة، مفيش كلام. يابا يابا انت بتقول كده عشان خايف منه يابا. تعالى تعالى، لما يبقى عندك نخلة والنخلة كبرت وبلحها بيقع على الأرض، تاكله على طول ولا تغسله الأول؟ لا، أعمل بلح باللبن وأشربه يا رب. يا ده انتوا مجانين يا جدعان، انتوا قول ايه؟ انا عايز حورية. عايز ايه؟ عايز حورية. ده في الجنة بقى ان شاء الله. يعني ايه في الجنة؟ لا ده انا ممكن اعورك. الجرعة حلوة، الجرعة حلوة، مفيش كلام هيمة، مفيش كلام. ايه يا عم بتبص على ايه؟ اللي غيران مننا يعمل زينا؟ اوعى يا عم. ايه انا؟ ايه؟ بقول لكم ايه يا جدعان، فككوا بقى من الفيلم ده. بقول لك ايه، تعال ناخد المركوبه بتاعت ابو الواد ابو الكوبال دوت ونشد على المشترى ونعمل دماغ زوحل. لا يا عم سعيد قال اللي بيروح هناك ويشم غازات بيعمل هوب هاي هيد عالي جدا. يا عم سعيد يقول اللي هو عايزه، دي دماغنا واحنا حرين. جاي ولا ايه؟ جرعه حلوه، جرعه حلوه، مفيش كلام هيمه، مفيش كلام. طب يلا بينا. يلا بص شوف مين يا كوكب. بص شوف ايه. تعالى تعالى يا ابني. ايه ده؟ إيه؟ لا بس يا طماع، بس يا طماع. لا كلهم هيتكلموا على الكوكب ما عدا انت. لا ما عدا انت. اجري خلاص. هس ايه؟ خلاص خلاص. ايه ايه الاخبار؟ ايه يا سعيد انت ايه اللي اخرك كده؟ مفيش، مش عارف انام على الكوكب بتاعكم ده، لا عارف هو حر ولا برد ولا ايه. مع اننا في فصل الشتاء. ده كائن عجيب الكائن ده. وبعدين الشتاء ايه؟ شتاء ايه؟ انا مش فاهم. لا انتوا عندكم شتاء ولا عندكم صيف ولا حد فاهم لكم جو من اصله. انت هتتريق على جو الكوكب بتاعنا؟ ده احنا الجو عندنا نموذجي حر جاف صيفا. اه عبيط اهبل شتاء. ايوه انا مش عارف انام، مش عارف انام في الكوكب بتاعكم. المهم اخبار الايباد ايه؟ سعيد بس انا كنت عايزه اسالك سؤال، يعني ايه شر وكره وحسد؟ انا مش عارفه الحاجات دي. شر وكره وحسد دول ثلاث حاجات انتوا في الكوكب بتاعكم مالكوش دعوه بيها خالص. دي موجوده عندنا على كوكب الارض بالهبل بالهبل. انتوا ناس انقياء ما عندكوش الكلام ده. ممكن اقوله لكم من باب العلم بالشيء، لكن اوعوا تقربوا من الشر والكره والحسد. دلوقتي انا هعلمكم حاجه جديده، المزيكا. المزيكا. مزيكا. مزيكا. تعالوا معايا. مزيكا. 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 زلزال 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 زلزال. موطيين تحت كده شميت ريحه مش حلوه، دي ايه؟ هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي فورتيكا. عشان كده وبيقولوا لي يا فرس.
انت بقى اسمك ايه؟ انا خوازيق. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت منين؟ انا من الكوكب ده. ايوه منين في الكوكب؟ من الطلبيه. وانت منين؟ انا من هنا. الله الله، ايه دي حاجه تقرف، كلنا تخان وزرق وشبه بعض، عاملين زي الصينيين واليابانيين. طب تعرفي انا ماما ما بتعرفش تفرق بين ابويا وعمي. ايه ده، على كده انت ابن مين؟ انا ابن جدي. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما قلتليش. مفيش، اصل انا بصراحه فرح النهارده بس هربت. هربتي ليه؟ عايزين يجوزوني رجاله مش بحبهم. رجاله؟ اصل احنا عندنا البنت بتتجوز 5 رجاله، لكن بالنسبه لي انا عشان مليانه سنه هتجوز 15. يا دوبك. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا معجب بيكي قوي. بجد؟ قوي. ما تيجي على المريخ ونجيب شماريخ. يلا بينا. يلا. بقول لك ايه؟ ايه؟ غمض عينيك وتعالى معايا. هنروح فين؟ هنروح المول. لا مش عايزه المول. المهم ان احنا مبسوطين. يلا يا عم نكمل لعب. يا عم لا هيضربني. ودلوقتي معانا مباراه في برنامج المصارع في WWE بين هي بقول لك انت في ايه؟ ايه ده؟ مباراة حلوة بين ميتشيماس وجون سينا. هي بقول لك انت ركز معاه وسيب الموبايل بدل ما انزل اولع في الممر. هي بقول لك في ايه؟ مباراة جميلة جدا بين ميتشيماس وجون سينا في WWE. داخل علينا جون سينا دلوقتي، داخلة جميلة. بطل كبير واخد 3 شامبيون ليج، واخد 2 كاس مصر، وانا فالقه في الجيزه هنا وانا صغير، واكله علقه في الجيزه هنا، واهالي الجيزه عارفه. ايه في، انت مجنون ولا ايه؟ مباراه حلوه، جون سينا بطل بتاعنا. ودلوقتي نشوف ميتشيماس بطلنا التاني، لعيب كبير. دخلة جميلة ميتشيماس عاملها لنا. خش يا ميتشيماس حبيبي. ميتشيماس بطل كبير عائد على بكالوريوس تجارة جامعة حلوان، لكن مفتاري مش اي حاجه. هنبدا المباراه الجميله، وفلقه في الجيزه برضه. انا واكله علقه واهالي الجيزه كلها عارفه. تمام. ايه بقول لك في ايه؟ لا يلا نبدا المباراه مع بعضينا. واهو بيسلي، اوبا، وخدوا واحده باور اسلام محمد. انما يعني حكايه حكاية حكاية والله حكاية. يلا نبدأ المباراة. اهو اوبا، وادي حركة دريم بارك كده. اهو رازع على الارض ونازل يعد 3 1 2. فعلا جون سينا لعيب كبير برضو مش اي حاجة. داخل عليه تاني. اهو هنشوف. هوبا، واداله مانشيت صفحه اولى في الاهرام المسائي. تحفه. داخل عليه اهو، قالوا مانشيت تاني، هيهبدوا سوبلكس خلفي. سوبلكس خلفي جبار اهو، الشعبط فيه رماه على الارض. داخل عليه اهو، هيديله حقنه. اداله واحده
كده في العضة الجميلة. وداخل اهو هيعد عليه، هيعد واحد اتنين وفلت جون سينا لعيب بيفلت كويس، برافو. ولسه المباراة مكملة معانا، وهوبا عدى من، لا جميلة، واداله عنده في ايديه وربنا بلاعب. ايه يا عم في، ما احنا بنلعب مع بعض. لا يا عم انت عديت، بص ايدي اهي، بص معلش انا هوبا غدر بيه جون سينا، واحد اثنين ثلاثة، ومبروك لجون سينا. اجيب لك الجنيه الدهب ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. انت بقى تعالى بقى، انت فلتني في الجيزة وربنا لا وريك. الجرعة حلوة، الجرعة حلوة، مفيش كلام هيمة، مفيش كلام. ايه يا عم انتوا مش عاملين اي اعتبار خالص، ان انتوا خمتوني في الماتش؟ ها انت مستغربني ليه؟ انا عمال اكسب جولتين قدامك يا عم، احنا سايبينك يعني واحنا بنحكم صح يا جدعان؟ ما ابويا يا جدعان مركبته اتخبطت، ولو عرف ممكن يتبخر يموت من الزعل. يا دي يا عم ابوك اللي انت عرفنا بيه، هو فين اصلا ابوك ده اصلا؟ قاعد في البيت بيتفرج على الايباد على الافلام الابيض واسود. ايه ده؟ والله يا ركوبان، انت يا ركوبان يا ده ركوبان، عملت ايه في المركوبه وما تقوليش لا؟ يا في ايه يابا؟ قلنا المركوبه اتحكت من عند الرفرف يابا، حكه بالراحه. طب والمرايه؟ انا ما بعرفش اسوق من غير المرايه. يا عم الحاج المركوبه بتاعتك رشقنا بيها في الجبل. يعني اترشقت خالص؟ ايوه. طب والمرايه؟ اهم حاجه المرايه يابا. ما بعرفش اسوق انا من غير المرايه. يا عم هو ابوك دهبل ولا فيه ايه؟ هفهمه انا عشان هو بيفهم بصعوبه. يابا احنا دخلنا بالمركوبه في الجبل اتعجنت في بعض. والمرايه؟ ما بعرفش اسوق من غير المرايه. هو انت غبي يابا ولا ايه؟ انت متخلف يابا. انا ماليش دعوه بكل الكلام دوت، انا عاوز المرايه. هي المرايه مالها؟ مكسوره. البسها بن. ايه بس بن، وبعدين ادهن عليها زبل حمام. ايه بشيلها على المغربيه. ابدا يا حبيبي، ابدا يا حبيبي، المركوبه مش نافعه تاني؟ يابا مش نافعه. طهور المركوبه، انا عايز المرايه. يابا انت كنت شغال بتاع ازاز يابا. ابدا يا حبيبي. يابا حرام يابا، بص انزل من على ودانا اهي، ريحنا بقى. وانا اهو انزل بقى خالص. ما انت ما بتشتريش حاجه، ما انا اللي بشتري واقعد اجمع فيك انا. يا ابني يا حبيبي، يا ابني ما تعملش زي امك، بعتتني اخر الدنيا عشان اجيب لها باكو شاي، بعتتني نبتون. هفهمك انا يا ابني. فهمنا يا حبيبي. انا عارف ان انت بتيجي بالراحه. فهمنا يا اخويا. احنا كنا راكبين المركوبه وماسكين ايدين بعض كده، فجاه دخلنا في الجبل كده. يلا نربح ونوزع الفقراء. اول حادثه، بس السبب عندكم في الكوكب ان مفيش عندكم اشارات مرور. اشارات مرور ايه؟ ايوه، ومفيش نظام. انت ايه اللي بتقوله ده؟ ده العيال من ساعه ما بيروحوا المشترى بيشموا من هناك غازات، وحالهم بقى غريب، وبقوا يضربوا اهاليهم. ما عشان كمان ما عندكوش شرطه للمخدرات. انا ما
مش فاهمه اللي انت بتقوله ده. انا طلبت الجماعه الكبار بتوع الكوكب عشان افهمكم ازاي تعملوا نظام، لان النظام ده هو اللي بيمشي العالم كله. كوكب الارض ماشي زي الفل بالنظام، هو في شويه لعبكه كده بس ماشي زي الفل، لان النظام هو اللي بيمشي العالم كله. فين بقيه الناس؟ فين اهل الكوكب؟ عار عليك يا فارس السليم. عار عليك يا فارس العرب، نعم إنكم تأكلون إشر الليمون وتخللون غصان الزيتون. أنت بتتفرج ده ريتشارد قلب الأسد؟ أه حلو حلو ده. حلو أوي، أهلا وسهلا. فين بقية كبار الكوكب؟ أنا عايزكم كلكم. فليتفضل كبار الكوكب. آهم عليهم اللعنة جميعاً. أقدم لك فيليب أوغوست ملك فرانس وقائد جيوش البراجيل. كونراد ديموفراس معين. خرم الإيزون مبيض محا. خرم الإيزون؟ نعم. أنت اسمك خرم الإيزون؟ أيوة. ده الاسم الثنائي يعني. أيوة. كويس محدش بيناديلك باسمك لوحدك. كما قدمتهم لك. نعم. كما قدمتهم لك يا سيدي. أيوة. نعم، فكلهم في انتظاري. البابا في روما، والحطبين في الجبال، والبرنس في امبابة، ونعمة في العجوزة، والشبراوي في أي حتة. يعني هم دول كبار الكوكب. أي نعم. طيب أنا جامعكم النهاردة عشان أقول لكم على حاجة مهمة جدا. إن دلوقتي لازم يبقى عندكم حاجة اسمها نظام. النظام ده موجود في اي كوكب على مدار المجره كلها، يعني كل كوكب لازم يبقى فيه نظام، لازم يبقى عندكم اشارات مرور. اشارات مرور؟ ايوه، ولازم يبقى عندكم وزراء، وزير ماليه، وزير ماليه، وزير داخليه، وزير داخليه، وزير خارجيه، وزير خارجيه، ورئيس للكوكب كله بقى. رئيس للكوكب؟ ايوه. انتوا فاهميني ولا مش فاهميني؟ لا احنا مش فاهمين. والنبي يا سعيد يا ابني فهمنا بطريقه احسن من كده. انا فاهمكم ببساطه، هاتوا لي طبله. هات لي طبله انا فاهمهم بالغنى. ايوه. الاغنيه اللي انت قلت لي عليها انا عرفتها. في كوكبكم لازم يبقى في اشاره للمرور، للمرور، احمر اصفر وكمان اخضر للعبور، للعبور. في كوكبكم لازم يبقى في اشاره للمرور، للمرور، احمر اصفر وكمان اخضر، في اشاره للعبور، للعبور. واللي يخالف الاشاره شرطة هتاخده على السجون، على السجون. ايوه كده فهمتوا. يا اختي هاتي كحك ومغرى يمن ديسكو مصر. خدت كل ماشي. عرفتوا كده ولا ما عرفتوش؟ مع بعضيكوا بقى واتفقوا مين هياخد انه منصب. اهم حاجه وزعوا المناصب. وزع انت ككبير للكوكب. شكرا. يلا احنا بينا انا وانتي نروح نشرب بقى حلبسه على الكورنيش. يعني ايه كورنيش؟ ويعني ايه حلبسه؟ لا انا عايز اشرب كونياك. ايه ده؟ عرفتيها منين دي؟ مشروب البنت المهذبة. ده ستيفان روستي. ايوه. ثانية واحدة اتحزم واجيلي. يلا. انا اللي هوزع المناصب. مناصب مين يا عم؟ تعال الغنى احسن. يا اختي هاتي كحك وغريب بسكو مصر. يا اختي هاتي كحك وغريب بسكو. لا 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 لازم لازم نوزع المناصب يا جماعة، لازم. قول. يلا. بص انا عينتك مدير شرطة الغازات. مهمتنا ضبط النفس. وانت عينتك مدير شرطة المرور. انا مش عايز المرور. امال عايز ايه؟ المرايه. بعرفش اسوق من غير المرايه. احلامك ضعيفة وهتغرقنا. طب وانا؟ انا لا اشوف انا الاول. اتفضل. انا همسك المالية.
تمام؟ ليه يا حبيبي تمسك الملايين؟ لحظة، هيبقى في رئيس ليه كوكب قدامك اهو. حبيب قلبي رئيس كوكب، انت عايز تمسك الملايين عشان تلعط الفلوس في كرشك؟ وانا حرام يا فضائي يا ابو جناحين؟ يا جماعة استهدوا بالله. فعلا يعني ما تمسكش. لا يعني لا يا عم، لا يا عم، لا يا عم، لا يا عم. في ايه؟ في ايه؟ ايه 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 ايه؟ سكوا جايب لغاية آخر الكوكب، في ايه؟ عالم من السنين ومحدش راضي بالمناصب. انت اللي بنفسك انت راخر. انت حاقد. بس واضح ان انتوا اتخانقتوا عشان المناصب، المناصب دي اكتر حاجه بتعمل مشاكل. لكن في نظام، النظام ده بيقول ان في انتخابات وفي استفتاء، دي حاجات هعلمها لكم. ايه ودانكم اللي عماله تقع كل شويه دي؟ تعالوا معايا اعلمكم ازاي تنتخبوا مين اللي هيمسك كل منصب. تعالوا ورايا. في حاجه اسمها استفتاء. افتي ربي تعبت تعبت من سينما المسرح لاذاعه، اسبوع لا اكلت ولا شربت ولا نمتش اكتر من ساعة. ده ايه البت القشطة دي؟ وراح بتقول ببريعاتك. جرى ايه يا راجل انت؟ جرى ايه يا بت؟ في ايه يا بت؟ ما تيجي نتجوز ون ايه يا راجل انت؟ هو انت عندك صحة؟ بس في 67 كده رجالة. في 67 كده رجالة. ووقفت وقفة رجالة. جرى ايه يا راجل؟ جرى ايه يا ولية؟ بقولك نتجوز ونغور من وش امك العكر. يا عكرة. ما تحترم نفسك يا راجل يا شايب انت، انت خلاص سلمت نمر. بس في 67 كنت رجالة. ووقفت وقفة رجالة. بقولك ايه يا راجل؟ انا خلقي كانت، ما تخليش خلقي ما استرتش عليك. انا اعرف مراتك وممكن اروح اقول لها دي مراتك، دي حبيبتي 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 خمسه حبيبتي. لا 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 ويا اختي اسمع الله. لا 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 انا مش عايز اعرف مراتي اي حاجه. انا مش عايز اتجوزك خلاص. انتي تروحي ربنا يرزقك بعريس تاني تتجوزي وجوزك يتجوز عليكي. لا يتجوزني، قدم لي شهادته من غير ما ينرفزني، يحكي تاريخ حياته، عايز اعرف اخلاقه من غير سين ولا جيم، بيتشقى بيتعفرك ولا مستقيم. هي احلى من الشرف مفيش. يلا يا راجل يا واد يا مجنونة. يلا يا راجل يا دنيا شايب. ايه الادب دي؟ اوبا حتة بت انما بولطية جامدة جدا حلوة طرية، حتة بت انما بولطية ضيعتلي مالي. هو ده بقى، هو ده. وانا موطي تحت شميت ريحة مش حلوة دي، ايه؟ انا بدور عليها من زمان قوي. بقول لك ايه؟ ما تيجي على المريخ وناكل بطيخ. احبوش. الله، بطيخ ايه يا خوازيق؟ هي مش كانت شماريخ؟ انت شماريخ هي بطيخ، كل واحد وحجمه. طب تعالى لي بقى هنا عشان ما انفخكش. حاضر. ايه حلوه الملامح يا سكر وسايح؟ يا حلو الملامح يا اخرس. ايه بت في ايه؟ انت مش عارفه ان خوازيق ده تبعي؟ ايه هنقطع على بعض؟ يا حبيبتي اللي مش ماليه عينه. جرى يا بت يا كابوس؟ يا اللي تداسي بالجزمه دوس، يا اللي ما تسويش ملين في نسوان اورانوس. انا ما اسويش ملين في نسوان اورانوس؟ جرى ايه يا وليه يا معفنه انت؟ يا اللي الرجاله لو شافوا ريحتك يموتوا، يا اللي ما تسويش ملين في نسوان بيلوتو. انت بتشوحي لي يا بت؟ انت بتشوحي لي؟ ايه ده؟ امشي بقى من هنا عشان ما زعلكيش. اجري وربنا هتاكلك، اجري. كلبله. اجري يا بنت. يا حلو الملامح. ويا سكر وسايح يا. بقول لك ايه؟ انا زعلانه منك. لا 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 انا زعلانه منك خلاص، ما تكلمنيش. يا فراتيك القلب الحزين. لا. حياتي. لا. يا فرتكتي. ولا اي كلمه. طب انت اكيد من عالم تاني، من عالم تاني. ما فيهوش بقر. لا زعلانة منك. الله حبيبتي. لا 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 الله. لا 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 يا عبسلام.
بابا يا بابا يا بابا. لا 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 ايوه بقى كده فك يعني. لا انا مش مصدق نفسي. ليه؟ انا اللي مش مصدق نفسي. طول عمري نفسي اشوف القمر. الحمد لله ربنا كرمني وشفت المجموعه الشمسيه كلها. بقول لك ايه؟ ايه؟ غمض عينيك عشان عامله لك مفاجاه. لا هروح المولد بقى وقله الادب دي. لا غمض عينيك. Every night in my dreams I see you, I feel you. Not just Christmas, my love. أمير البحر قاد ولع نار نفسه مرة في مزد منك وقالوا بقولك ايه؟ ايه؟ ما تيجي على القمر ونجيب سمر. لا ان كان كده يلا على الفضاء ونجيب صفاء. يلا بينا. بابا ماما يا لسايكا فرتيك يا بنتي ومين خوازيق؟ ليه يا ربي عملتي فيا كده؟ خد ولا انت هنا ولا خد يا بنت هنا. تعالي هنا يا بنت. اللي انت عملتيه ده؟ اللي انت عملته ده؟ حطيتي وشي في التراب. حطيت راسي في الفضاء. يا بنت ينفع اللي انت عملتيه ده؟ ينفع تغلطي الغلطه دي مع خوازيق؟ ايه يا بابا في ايه؟ ايه؟ ما تهدى كده وتقول هديت في ايه؟ يا بنت عيب انت بتكلمي ابوك يا بنت. كده تعمليه كده؟ لازم تصلحي اللي انت عملتيه ده، انت اللي غاوتيه. بقول لك ايه؟ انا مش هتجوز واحد سلم لي نفسه قبل الجواز. تلاقيك عملت له الزلزال وانا مش عارفك. ارتحت؟ هي دي وصيه امك نيازك السلحدار الله يرحمها؟ وديتنا في داهيه يا شيخ. يا بابا اسمع اخرس. انت في الشهر الكام يا ولد؟ في التالت. طب انا اعمل فيك ايه بعد ما فضحتني وعرتني؟ لا يا بابا لو هو ده اللي هيفضحك وهيعرك انا مش هسيبه. انا هنزله اهو اهو اهو. بس مهما كان المخلوق الغريب اللي في بطنك ده يبقى حفيدي وانا مرضاش بكده. دبرني يا رب دبرني يا رب. اسكتي بقى اسكتي بقى. اشوف اخويا وحبيبي هيعمل ايه. يا رب يوافق على الجواز يا رب. يا اخويا عايز ايه؟ احنا لازم نعمل حاجه للي حصل ده. اللي اتكسر عمره ما يتصلح. لا خلاص. اللي اتكسر نصلحه. ازاي؟ احنا نجوزه. ما عنديش مانع والله. ما عندكش مانع نجوزهم؟ اه. حس كده بقى احنا لينا طلبات. ايه؟ بنتي دي يجي لها العفش كله، كل العفش من مدينة النجوم. ايه مدينة النجوم دي؟ سيتي ستارز. كل العفش كله من سيتي ستارز. وعلى ايه كل التكاليف دي؟ ما نجيب كل حاجة من الوكالة. طالما هتجيبه بقى من الوكالة، وكالة ايه؟ وكالة ناسا. وكالة ناسا؟ اه. هو احنا أي حد عشان تقول لنا وكالة ناسا؟ بقول لك ايه؟ انتوا خلاص. انتوا طالما هتجيبوا كل حاجه احنا نجيب حاجه واحده. ايه هي؟ المرايه. الله يحرق الله يحرق المرايه يا شيخ. واللي جابوا المرايه؟ انا ما اعرفش اعيش من غير المرايه. طب بص بقى انا موافق على كل حاجه. موافق؟ اه. مبروك علينا الخوازيق. البس فورتك فورتكا خوازيق. خد ساتر خد ساتر خد ساتر. وصل 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 وصل. احنا الفرح. اصحي يا مجرة. كوكبنا 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 كوكب الفاصوليا الخضراء. احنا اللي اشترينا المشترى واحنا اللي جوزنا كوكب الزهرة لازواجها الخمسة. كوكب الفاصوليا الخضراء يعني الرجالة بخير طول ما فيه جرجير. وسمعني سلام. اصحي يا منطقة وولع الندى. احنا نبطشية بس صنايعية. احنا نبطشية بس صنايعية. ازيك يا معلم؟ تمام. البيرة يا سيدي المعلمين. بقول لك ايه يا بت؟
انا عايز عينك ما تنزلش من عليا. ازازه البيره تخلص الاقي التانيه بتنزل على طول. يا جدع انت بت مين ده؟ واد بت يا جدع. واد اسمه مفك من المشترى. واد بت يا جدع. واد بت بت بقى قلت لكم بت في ايه؟ الله مجانين على الطلاق. واد طب تدفع كام ان هي تيجي دلوقتي وحتى رش في بقها؟ تدفع كام؟ ادفع اللي انت عايزه يا معلم. ماشي فرجني بس. بيت واد بيت واد هتشوف. مساء الخير. بتاكل الروج مش حطاه بس. عليا الطلاق واد وتاكدت دلوقتي. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ مالكوا في ايه؟ اقعد ساكت. تعالي يا بنت. في ايه يا اسطى؟ تعالي. ايه يا اسطى مالك؟ يلا يا بنت. في ايه؟ في ايه يا اسطى مالك؟ في ايه كده غلط؟ انت قرعه ولا ايه؟ ورينا دماغك. على فكره شعري كان اطول من كده وكل البنات بيغيروا مني. طب يلا بقى يا بنت. يلا ايه؟ خلصي. عيب يا اسطى. هديكي 50 جنيه. 50 ايه يا اسطى؟ هديكي 100 جنيه. غلط يا اسطى. في ايه يا بت؟ ده انت في سوق النسوان ما تسويش شتا تعريفه. في ايه يا اسطى؟ بقالك انت عبيط ولا ايه مالك؟ خلصي يا بت. خلصي خلصي. انا مبسوط يا اسطى. طلعت الغنزة اللي جوايا ليه كده يا اسطى؟ اعمل ايه في امي يا اسطى؟ يا ما يا ما يا ما يا اسطى. رد عليا يا اسطى. رد عليا يا اسطى. الجرعة حلوة. جرعة حلوة. مفيش كلام. مفيش كلام يا هيما. مفيش كلام. يلا نهرب يا اسطى. يلا يا اسطى. عملنا اللي علينا يا اسطى. وطيب طيب خلص الشريط. مع السلامة يا عريس. مع السلامة يا عروسة. عملتوا معانا الواجب وزيادة. والحاج فوزي من السحارات بيقول لكم يلا بالراحة ويا مستعجل ربنا يكفيك شر الاستعجال. عايزي عايزي. مش شايفني شغال؟ هتنقط؟ شكله هيولعها. الحاج هس اسمك ايه؟ الفسخاني. يعني ايه؟ ما اسمعهاش. هس كمان مرة. هس والصم والبكم. هس شعللها ولعها. معلش غصب عني الفرح ولع مني. معلش غصب عني. والنبي حد يجي يشيل النقطة. يلا يا حرم مش نظيفة يا كوكب. ما جابش راجل يا عبد الله. خلاص يا عبد الله. بس يا بنت الست دي تبقى مراتي على سنة الله ورسوله. يا عبد الله الناس. بس اقلعي يا بنت. عبد الله اقلعي. بلعب اقلعي. بقولك يا عبد الله حرام عليك الناس. ابوس ايدك. مفيش ناس. مفيش ناس. بقول ايه انا اللي بتعمله ده؟ يالا تعالي هنا يا بت. تعالي ورايا هنا يا بت. انت متجوزها عرفي يا ولا؟ ايوه. يا خايب يا اهبل يا ابن الاهبل. طب وبعدين دلوقتي يا عيله زباله؟ احنا مش عايزين الجوازه دي. احنا عيله زباله؟ ايوه احنا اكبر عيله على الكوكب. ما تستعبطش. يلا يا عم انت وبنتك دي غروا من هنا. انا وبنتي دي. بنت الكيوت دي. كيوت مين يا عم؟ دي شبه مسرح البالون. انا بنت شكل مسرح البالون. اه اسم الله على ابنك العسل. اسم الله بطريق واقف عندنا هنا. اسم الله يا اخويا. بقول لك ايه؟ انتوا عيله زباله واحنا مش هنتجوز الجوازه دي. انتوا اللي عيله منيله ب 60 نيله. خد روح بقى في 60 داهيه بقى. انا اخد في 60 داهيه. يلا يا عيله زباله. تعالى يا عم الطويه كده. تعالى يا عم. تعالى يا عم. خش خد يا عم. بس يا عم. تعالى بقى خليك خنان. تعالى بقى. بس يا انت يا له. سيب البنت يا له. خد يا تعالى هنا يا له. انا هصفي معاك. خد انت بره. تعالى بره. تعالى لو راجل اطلع لي بره. اطلع لك يا حبيبي. انت فاكرني مين؟ يلا كوكب ما جابش رجاله. ده انا بتوقف المطريه. ايه اللي بيحصل فيه؟ ايه يا لهوي؟ الناس اتجننت خالص. ما كل ده من الايباد ومن الافلام. انا قلت لكم اختاروا اللي انتوا تتفرجوا عليه. انتوا اي حاجه بتتفرجوا عليها انا كل ده عندي بتفرج عليه براحتي.
انا متلوث جاهز. بس انت يا سعيد ما علمتهمش ازاي يختاروا الحلو من الوحش. الحقوا ايه؟ الحقوا في ايه؟ العيلة اسمها ايه دي؟ فرس ماسكه في العيلة بتاعت خوازيق والدنيا والعه بره. ناديلي اهل الكوكب كلهم. انا عارف الحل ايه؟ انا عارف الحل ايه؟ زي ما قلت لك انت ما علمتهمش ازاي يختاروا الصح من الغلط. الصح موجود والغلط موجود، انتوا جايين اللي مش عارف ايه القرد وتشموها، اعمل لكم ايه يعني؟ ده القرد ده موضوع كده مش عايز اقول لكم عليه. لا والنبي قوله لنا. ما انتوا مش ناقصين تلوث، كفايه كفايه. لا 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 قولوا قولوا عايزين نعرف. القرد ده حيوان. بيبقى عنده حاجات مش موجوده في حتت تانيه. حاجات ازاي؟ حاجات حاجات يعني ملونه وكده، مالكوش دعوه انتوا، مالكوش دعوه. فعموما انتوا دلوقتي هعلمكم لاهل الكوكب كله. اهل الكوكب كله هقول لكم ازاي تختاروا اللي تتفرجوا عليه. كله يجي، كله يجي، يلا يا جماعه. بس بس ايه 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 ربنا يعدينك. جرعه حلوه، جرعه حلوه، مفيش كلام وانا زهقت منك. خلاص يلا قوم قوم. ضفدع. انا يا جماعه غلطت معاكم، انا غلطت ان انا اوريكم كل الثقافات والافلام والمسرحيات وكل برامج التوك شوز اللي عندنا في الكوكب. الكوكب بتاعنا اساسا ملوث، انتوا ناس كنتوا عايشين طول عمركم في سلام، انا اللي غلطت. عشان كده اللغه اساسا معموله للتفاهم مش للخناق والبهدله. وايه اللي في بقك ده؟ روج ايه؟ روج ايه اللي في بقك؟ انا اللي غلطت. المهم يكون عن اقتناع يا ابني. انا دي غلطتي، عشان كده اللغه ان انا اديتها لكم. منظرك غبي. اللغه اللي انا اديتها لكم هضطر اسحبها منكم، كل واحد يديني صباعه. ها اخباركوا ايه؟ انا بتكلم، انا بتكلم الحمد لله، بتكلم اخيرا. يا ده اللي يصبر النور يا جدعان، الحمد لله. لا لا هتتكلم وهترغي، هترغي هترغي مره واحده. امال ايه؟ بص فاكر اول مره ما انت عملت صباعك كده؟ عملت صباعك ازاي؟ عملت صباعك كده، رحت انا عامل ازاي؟ هتعمل ايه؟ تعال ما تخافش، تعال إيه؟ مش هنيجي نطول النهارده، تعال. ها بس هي انا بتكلم بس بس. لا انا هس هس ايه كده، كلكم زي بعض كده، هترجعوا تاني مسالمين. بس انا يا سعيد لسه بتكلم. انت يا تارا اطيب واحده فيهم، وانت اكتر واحده اخترتي الحاجات الكويسه اللي تتفرجي عليها، عشان كده انا هسيبك تتكلمي عشان تعلميهم. لكن انتوا انا غلطت معاكم يا جماعه، انا غلطت ان انا علمتكم ثقافتنا. ايه يا ده حمص؟ ايه يا معلم؟ ايه مالك؟ مسودها علينا ليه على الصبح؟ هي إيه ليله سودها عليك وعلى دماغك؟ ليه كده؟ الموج عالي ومحدش هيهوي بنواحي البحر ابدا. يا عم وهي هتفرق مع العالم اللي هنا دول؟ ما كل واحد فيهم هينزل في البسين بتاعه. ينزل فين؟ البسين، مش كل الفلل اللي هنا فيها بساين. ثانية واحدة، احنا خلصنا من البسين لما هنخش في الفلل؟ في ايه؟ اسمه بسين بالنون. انت مش فهمت اللي انا قلته؟ ايوه. خلاص بقى حمص. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ معاك استباحه؟ على الصبح كده؟ يا ضم اللي هم سموها استباحه ليه؟ لا انا الصراحه معيش. طب انا معايا. تعالى نولعوها. لا 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 تعالى نتدارى والنبي حمص. تتدارى ليه يا عاد؟ انت الامن، مفيش غيرنا هنا، انت الامن لازم تسيطر. يا عم انا مسيطر. سيطر كمان. اهو مسيطر. اكبر وسيطر. سيطر تولع. يلا نولعها. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نتدارى. احسن لحسن، انا خايف من بتوع الامن. يلا بينا. ثانية واحدة، ثانية واحدة، نسيت والزيتي بس اخدها معايا. طب يلا بسرعة. اللي جابلك يخليلك. العب يا سمك.
طب العب يا سمك البنات. هي هي. ياه ياه ياه، اخيرا جينا الشاحل السمالي. ده ابويا كان بيخلينا نفط في الترعه ويقول لنا دي غمصه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت يا لحنتوسه تعال شوف الملك والملكات اللي بقينا فيه. اه كراسيا. ايه انتهى طليا؟ يي قوم يا دفهم يلا شوف احنا فين. انا جايبكم في انضف مكان الشاحل السمالي. هي دي الحياه. اه هي دي الحياه يا مش جمصه اللي ابوك كان قرفنا بيها. هي دي الحياه يا عم الحاج. آه. احنا عادي كنا ابوك كان حاططنا في قلب كومودين هناك. اه ياد والله ده احنا كنا قرفانين من ابوك ده قرف، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ايه رايك ياد في المكان؟ انت قاعد على الشمسيه دي؟ اه الشمسيه دي. لا انا ما اقعدش على الشمسيه دي، انا اقعد على الشمسيه دي. قال يعني هي الشمسيه هي اللي هت قال يعني يا دي الشمسيه هي بقى اللي هتظبط الدنيا. انت بتقول اي كلام اهو الشمسيه هي يا سيدي اهي اللي انت حبيبها اهي. ايه رايك بقى في المكان ده؟ مكان رائع جدا. اه ياض مش بقول لك انا اللي جايبكم فيه، اوعى تجيب سيره جمصه دي قدام ابوك تاني. انا مش هجيب سيره جمصه تاني في اي حته قدام ابوك. كل ما اجيب سيره جمصه يقول لي ما هناك ما بندفعش حاجه وهنا بندفع ويك ويك وكلام غريب كده يا عم الحاج. ابوك لما يجيب سيرات هقطش ودنك على طول وما تسمعش الكلام. انا مش هفتح بقي. طيب ياض يلا حط الحاجه هنا. يا هو ما فيش ولا بني ادم في قلب البلاد غيرنا ليه؟ ياض ما انت مش فاهم، هنا الناس بقى في الشاحل السمالي دول بينزلوا في العصاري مش زينا في جمصه بنفط من فجر الله. ايوه صح عندك حق. اه يا عم هنا ينزلوا في فكرتني بالفط. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ده بتعمل ايه؟ سبح الملك لله. استنى ازرر الزرار. هتعمل ايه علشان خاطر اعمل ايه؟ هوبا استنى سيبنا عوم يا عاطف، سيبنا عوم يا عاطف. الله يخرب بيتك يا ده، سيبنا عوم يرجع يا عم. انت ادري يا ياد في ايه ياد؟ هعوم. هتعوم هتنزل ببوكسر ابوك؟ ما انزل بايه ياد؟ احنا في الساحل الشمالي، تنزل بده مثلا. ايه ده بس شفت الحلاوه دي؟ يلا يا ويلي رايح فين يا عم؟ سيبنا عوم يا عم. رايح فين؟ سيبنا عوم. استنى يا عم. سيبنا يا ابو سيدك. الله يكرمك. انت غريب يا جدع. ثانيه واحده انت وهو. ثواني انا بكسف بس. استر نفسك يا اخويا. ماشي حاضر. انت رايح فين؟ بتفط ولا اكنها ترعب؟ طب في بلدكم. ايه يا عم؟ هنزل اعوم يا عم الحاج. يا عم هتنزل تعوم، لو نزلت هتموت. ليه انا جايب مايو مخروم؟ يا جدع انت عبيط ولا ايه؟ مفيش نزول ميه. لا انا هنزل الميه وبتبقى الرايه السوداء دايما وبننزل الميه في قلب جمصه عادي يعني. افهمني بس يا عم بوحه، والله الموج عالي هتغرق. لا انا مش هغرق، انا بقول لك يا عاطف اتعامل معاها انت. معلش لا معلش معلش يا عمنا انا اسف جدا، احنا اسفين، احنا مش هننزل هنا تاني، هننزل في البسين بتاع الفيلا. برضه؟ طب هو قال جمصه؟ انا ما قلتش جمص. يبقى انا قلت بسيم، انا اسف يا جماعه والنبي الحاجات دي راعوا الناس اللي حواليك. شكرا يا عمنا قلب شك. ولا لو جبت سيره جمص ده هضربك 180 شبشب على بقك. والله العظيم ما هفتح بقي يا عاطف. ماشي خلاص. بص احنا هنقعد هنا شكلنا مش اسبوع بس، ده احنا هنقعد 25 سنه يا. ايوه بقى بس الناس هتظهر امتى بقى والحاجات؟ الناس هتظهر في العصر. اسمع مني، هنا الناس بتصحى العصر. يا عاطف يا عاطف. يا فاتن يا فاتن. طب بيسي 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 وابعد كده عن قميصي. انت خبط ايه شغل جمصه ده؟ ايه يا دي عاطف في ايه؟ ايه يا عيال الحلاوه دي؟ جمصه ايدي اللي احنا كنا بنصيف فيها. عشان تعرفي بس ياما ابنك عاطف لما يتكتك ويمخمخ. اخلص يا عاطف. حاضر يا ماما. وبعدين عايزاكم تتصرفوا كده بتصرفات كويسه وتكونوا مؤدبين، مش عايزين الناس اللي هنا يقولوا علينا بيئه. ايوه الله ينور عليك، الناس اللي هنا لو شافوكوا اصلا هيطردونا من هنا. اخلص يا عاطف. حاضر يا ماما. واستنى ناديلك ابوك. انده ابوك. يا زينهم يا زينهم. ايوه يا وليا. ايه منوره يا وليه؟
بنورك يا اخويا. والله العظيم قمر على البحر. اخلص يا زينهم. يخرب بيت ايامك اللي مش معديه معانا دي يا وليه. بتقول ايه يا زينهم؟ لا ده انا بكلم عيالك مفيش حاجه. اه بحسب. احط الحله فين؟ ايه فين الشمسيه بتاعتنا دي؟ هي دي يا ماما. هنا هون يلا. طيب ماشي. ايه يا ماما هي الحله دي فيها ايه؟ اسم الله على مقامك، فيها شويه محشي وفسيخ. محشي وفشيخ؟ في شيخ هنا يا ماما؟ ايوه هنا. امال ناكل في البيت ونوسخ وقعد انضف وراكوا؟ فاضيانا للتنظيف ولا ايه؟ لا فاضيه نلف المحشي ياما. عيب ياض يا عاطف، احنا ما بنوسخش ورانا، احنا كل اللي هنعمله بعد ما ناكل نحفر فحره هنا وندفن كل حاجه فيها، ولا من شاف ولا من دري. يخرب بيت افكارك المنيله يا وليه. في حاجه يا زينهم؟ مفيش، انا بكلم العيال مفيش حاجه. ياما حرام عليكي فحر. ايه ياما احنا هنا مش في جمسه ياما. ياما معلش الزباله بتاعتك انا هلمها في كيس واوديها في اي مكان. وليك لمها في كيس؟ امال احنا نحط هدومنا فين؟ لا احنا نحفر على طول وندفن، ولا من شاف ولا من دري. لا انا مش قادر، انا استحمل اكتر من كده. بقول لك ايه يا حنتوسه؟ ايه يا بابا؟ انا مزنوق، مفيش حمام هنا ولا اي حمام. طب في حد شايفنا ولا اي حد؟ طب يلا بقى الاحسن، والله ما قادر. استنى يابا هتعمل ايه؟ ايه صورتك هتتهز قدامي يا يا ابني. صورتي تتهز احسن ما تهز انا كلي على بعض يا ما ينفعش اشوف. والله ما قادر اموت، ما ينفعش اشوف الحاجات دي يابا. طب اعمل ايه؟ مش قادر. بص يا زينهم، في شجره هنا على اول الشارع، روح وراها احفر فحره واعمل اللي انت عايزه، ولا من شاف ولا من دري. خرب بيت افكارك المنيله يا وليا. ايه؟ مش قادر يا اخوانا. بتعمل ايه يا عم انت؟ عايز اعمل حمام دلوقتي. تعمل حمام هنا؟ امال اعمل فين؟ قول لي. انت عبيط يا عم انت، وانا اقول له ان الميه بيغير ليه؟ انا ما عملتش لسه يا عم. هو انا الصفون اللي في الشط ده ولا ايه؟ خد يا عم. انت يا عم ياما حرام عليك ياما، اللي انت بتعمله انت وابويا ده ياما. ايه؟ ايه ايه؟ هتقعدي تقول لي ايه ياما حرام عليك؟ ايه حرام عليا ايه يا ولد؟ ما تتكلم. ياما حرام عليك، هتخلوا فضيحتنا بجلاجل. ليه؟ بلا جلاجل بلا حناجل يا اخويا، هو احنا جايين شفقه ولا جايين تسريبه؟ ده احنا جايين ودافعين قد كده هون في الشقه، واي واحد فيكم هيتكلم ملوش عندي غير الشبشب. ماشي؟ بقول لك ايه يا عاطف، ما تلم الموضوع بدل ما نتشمبر على الصبح. حاضر. لا حاضر حاضر، خلاص ياما. خلاص ياما، بس الله يبارك لك والنبي ياما ما تعملوا الحاجات دي هنا. طب ماشي خلاص يا عاطف. حاضر يا ماما. الله. جرايد مجلات مجلات جرايد جرايد. جرايد إلهي يا رب تتشلع السرير يا اللي ما تاخد مني التحرير. إلهي يا رب تعم الدور الرابع يا اللي ما تاخد اليوم السابع. إلهي يا رب تحبات محروق يا اللي ما تاخد مني الشروق. حد عايزني؟ أهو ده اللي غيظني. ألف شكر يا عمنا، مش عايزين منك حاجة. ليه يا أستاذ؟ الله، هو أنتوا لسه واصلين؟ يا عم لسه واصلين، وشكلنا هنقعد هنا من 30 سنة كده. ماني بنقوله كده برضك، أصل من شوية ما كانش لسه حد جاي القرية. جرايد؟ لا ألف شكر، مش عايزين جرايد، وإلهي يجي لك البواسير لو دعيت علينا تاني كتير. ليه يا أستاذ؟ إيه ما تخلص يا أخويا، الواد قال لك مش عايز جرايد، مترش. إيه يا حاج الله، بلاش نسترزقه ولا إيه؟ استني ياما، همشي راجل كده ما ينفعش، خد هنا. ما تجيب جرنان الأخبار. اتفضل يا استاذ. احلى طبعا. ايه ده؟ ايه ده؟ اخبار وحشه وحشه. شوف ده بقى اخر صفحه هتعجبك. اخر صفحه؟ إيه الله، برد وحش. ليه يا استاذ؟ الله مش عجباني. مش عجبك ليه؟ مش عجباني وخلاص، انت هتكتر معايا. معلش يا عمنا غيره له. معلش اهو امسك يا رب. ايوه كده. ايه الزمالك خد الدوري؟ لا ما خدش الدوري للاسف، ما خدش الدوري. وامسك بقى الجرنان بتاعك ده. الف شكر. بعدين يا استاذ هتشتري ولا ايه؟ لا شكرا انا مش عاوز. ازاي يا استاذ ده بعد ما تصفحها مش عايز ياخد ولا واحد؟ في ايه؟ اوعى ياض، في ايه؟ الواد بيقول لك الاخبار مش عاجباه، مش تنقوا البضاعه اللي انتوا بتبيعوها. يا ساتر يا رب، الهي يطلع لكم ضب. تبتدي عليا؟ ايوه. خد يا عمنا، خد يا عمنا. معلش ياما انا اسف. معلش تعالى يا عمنا اسف، انا هديك اللي انت. انا لبسته بالمتشقف. بص يا عمنا. ايوه اهو، خد يا عم الفلوس اهي، واديني كل الجرانين اللي معاك. اتفضل يا استاذ. الف شكر يا عمنا. الله يخليك. الله يقفشكم باسم يوسف يا اللي ما تاخد روزا اليوسف.
ايه اللي هتتشلي وما يلاقولك حل يا بعيد؟ انت اشتري كل الجرايد مع الفلوس دي، ما انت مش تعبان فيها، مصرف زي ابوك. ما خلاص بقى يا ماما. اخلص ادي عطش. حاضر يا ماما. الله اقعدي يا اهو ادينا عدنا مستنيين. اومات ايه ده اخرس؟ غلبان. بسم الله ما شاء الله. ايه ده بتبيع عوامات؟ اهو النبي غلبان. غلبان؟ اهو النبي. لا حول ولا قوة. تبيع اي حاجة. تبيع اي حاجة؟ اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. طب العوامة الصغيرة بكام؟ 3 جنيه. ده انت عايز 100 بلقة على بوقك لانك راجل ظالم. اه بقى يا عم. طب العوامة الكبيرة بكام؟ 6 جنيه. اللي افترى اللي انت فيه ده انا هضربك والله. ابا ابا ابا. طب بذمه اهلك يا اكل، عامة السيجاره دي بتجيبها بكام جمله؟ ب4 جنيه. ايه ده انت بتخسر يا الله. خلي الناس تجرى. خلي الناس تجرى؟ بايظين؟ غيين. بجد والله؟ الله. ايه ده بيجرقوا دول؟ اه طبعا. مخلومين؟ بيجرقوا في البحر؟ اتشطوا تاعي. بيجرقوا على الشط ولا ايه؟ على الشط تموت. بيجرقوا الله. اموت على الشط؟ اطوه. طب الله يبارك لك. بص بقى ايه؟ انا عايز 3 بيجرقوا جامد. ايه؟ ماشي عشان ابويا وامي والنبي عايز اخلص منهم. قول يا قول يا قول دي عشان بيبي. قول دي عشان بيبي؟ قول. ماشي الف شوف. بيجرقوا حلو ولا اي كلام؟ بامانه الله. الله. عشان لو ما جرقوش هيبهدلوا. يا عم على ابو شكلك في ايه؟ ده انت عيل رخم صحيح. وعملوا لي عم وميت او شكله يقرف الكلب. ده حاجه بجد. انت عارف ولا ايه؟ ايه يما في ايه؟ في حاجه؟ لا يما ما فيش. يما انت هنا يا عم. يا عم ايه؟ ايه ده؟ هو انا لسه خلصت؟ ايه ده؟ ما خلصتش انا لسه. ما لسه استناك اما تخلص. ما خلص هناك احسن ما خلص هنا قدام الناس. هات يا عم الكرنيه. هات الكرنيه يا زوبه. حاضر. هو في حاجه ولا ايه؟ يا راجل غريب قوي لازم يشوف اهو يا عم. ما دام انت يعني واخد شقه وبتاع ما تعملش حاجات مش كويسه دي فعلا ايه؟ يعني عايزنا اوسخ الشقه؟ مغفل يا عم. اجري يا عم. خلص يا عم مش قادر والله. هو ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ انا قفشت الاستاذ ده واقف ورا الشجره اللي هناك دي في وضع مش كويس. ايه ده؟ ورا الشجره في وضع مش كويس؟ بتتحرش بالشجره يا زينهم؟ ده علاج بالاعشاب يا وليه. ما تبقيش غبي. هتحرش بالشجره يا وليه؟ مجنونه ليه؟ استفاد ايه اصلا؟ يابا هينزلوا لك فيديو على اليوتيوب ابي فوق الشجره. امك دي بتقول اي حاجه. طيب شكلكم مستبحين زينا. زينا؟ زينا. ده انت عسل بقى. معلش هقول لك على حاجه. اصل ابويا زي ما انت شايف راجل كبير وعنده السكر. وانا عندي الشيخ. وانا عندي وعد. خلاص. انا عندي وعد معاك والله. اقول لك على حاجه انا ماليش فيها يا عم. انت لازم ابلغ عماره. ايه؟ الاداره. اوعى يدي يا عطش. خد ياض مد ايدك. جيب حاجه لعيالك. انا مش متجوز. خلاص يا خفيف خليهم معاك لغايه ما تتنير وجيب لهم حاجه. انت بتديني رشاوي ولا ايه؟ لا ده عايز يتربى. خش عليا يا عاطف. انت تاكل 100 بلقه على وشك المكرتم ده. لا لا استناني بقى يا عاطف انا هتعامل معاك. خد هنا يا عم الشاويش عطيه. خد. هو انت شارب حاجه يا عم؟ مش هنقول هتتكلم عادل يا مستبح. لا انا اشربش خمر. انا جبت سيره الخمره دلوقتي. والله ما اعرف رمضان شكله ايه. ولا جبت سيره رمضان. على فكره حشيش مش ادمان. لا والله ده اللي انا بشربه بقالي 20 سنه وما ادمنتوش. انت بتضحك ليه وانت باصص لي؟ وانا حشيش؟ ده عبيط. استنى يا استنى اجيب لك حقك انا دلوقتي. انا اقول لك على حاجه حلوه. ما تيجي بقى نطلع للمدير ها ونشوف حوار الحشيش ده مع بعضينا. لا خلاص والنبي والنبي. وبعدين حاج تعبان يا عينه عنده السكر. يا سلام انا كنت ناطط من على السور من شويه. يا عم ما هي الشجر اللي لابسه عريان وحتى اللي هتمشي على حل فرعها.
سبحان الله. اوعى يا زنو، هات ادي الخمسة جنيه. اتفضل يا حاجة، وال10 جنيه دي هدية مني ليكي، بس والنبي ما تجيبي سيرة عمارة عشان ماشي. زق عجلك يلا. السلام عليكم. يلا. السلام عليكم. يا روما جدع يا دي يا حنطسه، ده انت عملت معاها سليمه يا امال. ايه ياما، انا رهبان في الحاجات دي. اه شفت يا موكوس؟ انا بتكلميني انا يا اولية ولا بتكلمي مين؟ ما بتكلمش عليك، بتكلم على الموكوس التاني. خرب بيت اشاراتك اللي محدش فاهمها. عددي في حاجه يا زينهم؟ لا ده انا بكلم المرور. شفت ياض يا عاطف يا موكوس، الواد اخوك الصغير خلص الموضوع وانت واقف لي زي النطع. نطع قصدك على ابويا ولا انا يا ام؟ انا بتكلمش على النطع الكبير، بكلم عليك يا اخويا. ايه ياما في ايه ياما؟ هنقعد سنه بقى نحكي في قصه الشاط الحنتوسه؟ هو انا شجره يا ابني؟ يا عيلة غم يا منيلين. مالك يا زينهم، في حاجة؟ مش مالي. طب تعالوا نقعد بقى على البحر ونبسط ولا ايه؟ ما انا مبسوطة اهو. يلا انت مبسوطة، ده انت نكد علينا وعلى. يلا يا ابني اقعد يا ابني، اقعد يا ابني اتبسط يا ابني، احنا بنيجي هنا غير كل فين وفين. يابا انا بحبك قوي يابا. اه يابا انا عايز اتجوز. عايز تتجوز مين؟ عايز اتجوز ام الخلول. ام الخلول متجوزة ومخلفة خلول. ما يقول حاجة تنفع تتجوزها. حاضر يابا. انا مش قادر يا جدعان والله. بابا. ايه؟ ما تيجي نركب بيتش باجي. عايز ايه؟ بيتش باجي. احنا فقرا. احنا فقرا. ايه؟ احنا فقرا يا كلب. فقرا. احنا جايين هجري الساحل دي. خلي لو اتكلمت يابا. يابا بطل ظلم يابا، انت مفتري. ما تفتري على امي يابا، انت بتفتري علينا ليه؟ نايل انت كمان. عيل طويل وقدي نايل على عينك يابا. هقتلك يابا. تضرب ابوك يا حنفي. ليه كده يا حنفي؟ ما تزعلش مني يا عم عبد السلام. يا حبيبي انا فقرة، الحاجات تتجاب. يلا العب في الرمله وتنايل اسكت. اقعد يا زينهم واخلص. اه ما احنا خلصانين، وانا قلت بده انتم شايلنا القرف كله على دماغنا. ما خلاص بقى يا ماما. اخلص يا دي عطش. حاضر يا ماما. معايا هنا محدش شافها؟ لا والله يا باشا. وديع انت بقيت بيع. شريهان 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 اصحى، انت بقيت بيع قوي. جيفوغيزي ام بيزو ترامادول. نو سي امبوسيبل. سي امبوسيبل. المعاصر أفضل كتاب في الرياضيات بشهادة جميع الأساتذة. في إيه؟ What a wonderful day, my dear. آه فعلاً البحر عظيم جداً النهاردة. But why the flag is black؟ إيه ده؟ إيه المسلسل التركي ده؟ لا ياما ده مش مسلسل تركي، ده الفنان سيد مكاوي الله يرحمه. حب حضرتك قوي. شكراً يا حبيبي. الأرض بتتكلم عربي. يا عم سيد ملك قابس ليه؟ ايه يلا انت هتسحبني ولا ايه؟ بحبك والله من زمان. امشي طيب، امشي عشان في كورونا اليومين دول. امشي. حموه
صباح الفل يا كبير. صباح الفل يا حمو. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. في ايه؟ في عوق ليه النهارده؟ الموج عالي ومحدش هينزل البحر النهارده، معلش سامحني. طب خد بالك بقى لحد ينزل ويحتاج مساعدتك يا حمو. لا ما تقلقش انا مسيطر. احبك يا مسيطر حبيبي. وديع. طب استأذن انا بقى يا باشا، لان واضح ان هي هتهزقك وشكلك هيبقى وحش قدامي. اتفضل يا حمو اتفضل. شريهان شريهان شريهان، اصحى. الطريقه البيئه اللي انت بتتكلم بيها دي تتغيب الجغ. تتغيب الجغ. ميرسي بوكو امبيرو بنجر سكري. ودهن ودهن. كراسه الاول خبره في وضع الامتحانات. في ايه؟ بس يا بابي الفستان اللي انت جبته لي اخر مره كل اصحابي كانوا هيجننوا عليه. ده سينيه عشانك يا حياتي، والله جايبه عشانك مخصوص. بقول لك ايه يا دي حنتص، ما تشغلنا كده حاجه نروق الجمجمه شويه. اه والنبي يا دي حنتص شغل لنا حاجه، احنا اول مره نيجي الساحل الشمالي. عينيا اشغل يا ابني. قولوا بقى هم استغنوا. انا فرحان يابا. فرح يا دوعى تشيلها هم يابا. ما بشيلش هم يابا. لكش دعوه بيه دي خالص. بتقول ايه فينهم؟ لا مفيش، ده انا بكلم السحاب مفيش حاجه. وبعدين هو انت صغير على الحاجات اللي انت بتعملها دي؟ يا ست سيبينا نتنين نتبسط في مصيف شويه يا ولية. عايز احس ان انا عايز. اقعد يابا تعالى اتبسط يابا. حاضر يابا. يلا. عارف يابا نفسي في ايه؟ نفسك ايه؟ نفسي اشوفك راجل مره واحده. تضغطش عليا، ما تضغطش عليا. عادي يابا في الجنه بقى. انت عايز تشوف كل حاجه؟ ما في يوم الايام. بابا يوم الايام بقى. حمو. ايوه يا باشا. ايه يا كبير؟ بقول لك ايه يا حمو والنبي معلش. أيوة. فهم الناس دول ان هم مش قاعدين في مشطفه هنا. تمام؟ ده بلاج محترم. ده غير ان ذوقهم بيئه قوي ومشغلين اغاني مش طبيعيه. خليهم يقفلوا كاسه ده. حاضر. سواني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عامل انا اسف يا عم. ايه يا عم حمو؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. والنبي اطفي الكاسه ده عشان الراجل مش عارف يقعد مع المدام. مفيش طفيان كواست يا عم. اطفي الكاسه. مفيش طفيان كواست يا عم. في ايه؟ وايه؟ هقع والله يا عم. اطفي الكاسه تسمع الكلام. مفيش طفيان كواست وده اخرنا واللي عندك اعمله يا عم حمو. طب انده لحد كبير يا عم. انت ولا بتكلمه. ولا انت عارف لو ما مشيتش دلوقتي حالا من قدامي وشفت لك موقف تاني تقف فيه انا هعمل معاك ايه؟ هتعمل ايه يا وليه انت؟ انا مش هتكلم. انا هتكلم. انا شايف ابويا يبان هفا لكنه من جوه راجل. ما تبانش مش هتحسها في كلامه بس هي جوه. مش انا اقول له بقى يا انت تعرف سليمان الحلبي؟ ايوه عارفه. عارف مات ازاي؟ على خازوق. عارف مين جد المدام؟ سليمان الحلبي. لا جد المدام يبقى الخازوق. عرفت هنعمل فيك ايه؟ هنقعدك على جد المدام. من نفسك. اسفين. لا ده انا صح. شوف ايه ده يا حلاوتك. ايه ده؟ او ايه اعملها تاني يابا كده. اول مره اشوفك راجل يابا. اه ده انت هتشوف البدع. حلو قوي دي يابا. لما اقول لك ايه، ما تيجي نروح شلالات في يجرة. احنا فقرا يا كلب يا جدع. احنا فقرا العوام ملايين ناكل. بطل ظلم بقى يا ابا. بطل ظلم يا ابو فارس. ملايين ناكل يا كلاب يا جدع. ما تقول قول حاجات. هقتلك يا ابا. تضرب ابوك يا حنفي. الحق اخوك ورا الخلف باب الخلف للاستاد. الحقه يا حنفي.
يا حبيبي يا بابا. يا باشا العيلة دي عيلة لبش وكلها خوازيق، مش هنعرف نسلك معاهم. يعني ايه الحل؟ انا هبلغ الإدارة. لا وتبلغ الإدارة ليه؟ انا اعرف اتعامل مع الوطيان ده كويس. طيب اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الزفت على دماغكم يا عالم يا زبالة. إذا سمحتم يعني بعد إذن حضراتكم يعني نوطي لمستوى المتدني من الأغاني الفاسدة اللي أنتوا بتسمعوها دي، عشان في ناس راكية جنبيكم يا عالم يا واطية. الراجل كله ذوق والله. ما شاء الله ما قالش حاجة غلط. فعلا فينا كل الحاجات اللي قالها دي. الراجل ده شكله محترم قوي يابا. ده ما هناش بلفظ. شكرا يا لطخ. العفو انا مش مستاهل كل ده والله. اعملوا اللي هو عايزه يا ابني، اعملوا اللي هو عايزه. اسف يا باشا، ثانيه واحده حضرتك، هنشغل حاجه راقيه تليق بدماغ حضرتك. شكرا. شغل يا دي هنتص حاجه للباشا كده نضيف. شغل حاجه فرنسي، حاجه اجنبي بقى، حاجه فرنسي. ماشي يا علي. يا بيبي I never do what you want, I never do what you need. أنا ابنك يابا، ابنك ابنك والله. يابا الراجل ده شكله هينفجر. ايه ده؟ ايه ده؟ ده حضرتك ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده حضرتك ده؟ حضرتك شكلك من منطقة شعبي وابن بلد. انت منين سعادتك؟ انا من المطرية، من عزبة حمادة. ده انت عازم قرايبك كلهم بقى. ماشي يا عم، على فكرة انا منها يا باشا. فعلا؟ انا من المطرية، من عند الرشاح كده. ده طلعوا قرايبك انت على فكره. هم اصحابنا. ايه يا عم، في ايه يا عم؟ ده انت نضيف قوي يا باشا. ايه ده؟ انت ابتديت ازاي بقى؟ انا ابتديت من البودره. اشتغلت اقذر المهن في العالم، وعملت كل حاجه ممكن تتخيلها، وخنت ناس صحابي عادي جدا. عادي جدا. كنا نروح نشرب عصير عند العربي بتاع مصر الجديده ده، عارفه؟ عارف. احط لهم شطه في العصير، اشرب وارجع جنبيهم. قذر قذر يعني. لا باين على حضرتك، ما تقولش. انا فاهم. الحمد لله. شكرا يا لطخ. ايه ده؟ ما تحترمنيش والنبي بقى، اجير والله. انت لطخ يا ابني، لازم تحس بنفسك. في ايه؟ يلا يا ابني، يلا يا ابني، اقعدوا اتبسطوا يا ابني على البحر. يلا يابا، يلا يا ابني، يلا يابا. ده الراجل ده ايه يابا؟ ده ايه الفن والحلاوه ده يابا؟ بس بتكسس هنا يابا. وديع، في ايه؟ ايه الطريقه البيئه اللي انت بترقص بيها دي؟ شريهان، 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 اصحى. جو فيغوزي ان بيزو دريكسيون. شوفوا ليه افيون. شوفوا ليه ايه؟ افيون. طحالب بالسكر. تمام؟ سلاح التلميذ نظافه، ريحه، توفير. بس يا بيبي احنا هنروح الديسكو النهارده؟ عندي الضمه شاده عليا والله. ما ايه راي سعادتك في الاغاني اللي كنا مشغلينها؟ لا دي اغاني زباله يعني. اتفرج بقى انا هعمل ايه في الكاسيت ده. اتفضلي. يا المهلبيه يابا، المهلبيه نزلت الجمعيه يا بابا. المهلبيه جت في الجمعيه. انا عايز منك يا بابا. يا بابا انت متجوز يا جدعان. يا يابا عايز منك. لا تسيب يار. حلوه يا جماعه، في زومبي على البلاد. اي حد يجي يمسك زومبي هنا. في ايه باشا؟ مرات حضرتك حلوه قوي يا باشا، ما عشان كده اتجوزتها يا متخلف. في ايه؟ مين اللي متخلف ده؟ انت وابنك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا اقعدوا اقعد يا ابني، اقعد يا ابني، عدل يا ابني. في ايه؟ في ايه يا باشا؟
في ايه؟ انت عشان غني يعني هتعمل اللي انت عايزه معانا ولا ايه؟ الحمد لله انا ادوس عليك، انتوا زي السوست يا ابني، طول ما انا دايس ما تضربوش في وشي. طب لما انت غني كده كنت تجيب شعر بدل ما انت سايبها كده. فين فلوسك؟ دي احدث قصه في الصين يا متخلف، دي قصه جيت لي. انت ايش فاهمك انت؟ انت بخيل اصلك، لو عندك انت جاي صحراوي ولا ايه الاسكندريه؟ لا جاي من طريق الشوك، عشان انا عارفه وعارف طرقه كويس. انت عارف انت بتحلق فين؟ بحلق فين يا اخوي؟ بتحلق عند الجنايني، بيجيب مكنه جز الحشائش ويخرط في دماغك. انا عارف الحلقات دي. طب ما تكلمنيش بقى بعد كده غير اما تقلع الخوذه بقى. يلا الله يابا. حلو قوي يابا. بقول لك ايه؟ ما تيجي نروح ديسكوتيك. دي ايه؟ ديسكوتيك. احنا فقرا يا كلب. اقول لك احنا لاقيين ناكل. انا كل مره كنت فقرا يا اخي. يا اخي فقرا يا اخي. لاقيين ناكل. معلش انا اسف، هو عايز يروح فين؟ بديسكوتيك. ما قلت لك الدم شد عليا يا اخي. في ايه؟ قدموا يا باشا قدموا. انتوا فقرا يا ابني. هتقرفونا؟ شكرا يا باشا. اقعدوا يا ابني اقعدوا اتبسطوا بالميه. ياه يابا. ايه ده؟ مواقف الرجوله في حياتك قليله بس حلوه. ما تخلص اجي عطش. حاضر يا ماما. الله ايه ده؟ حرام عليكم، ايه الشط الزباله اللي انت جايبنا فيه ده يابا؟ اقعد يا ده احلى شط ده. تياترو مصر. تياترو مصر. الواد ده فرقة رضا على فكرة. فريسكا فريسكا فريسكا. ايه الهطل ده؟ انت يا ابني مش اخرس يا ابني؟ يا ابني ده اخويا التوأم. ايه ده؟ انتوا اتنين واحد اخرس واحد بيتكلم؟ ايوه يا عم عادي بتحصل فيه. طب بتبيع ايه يا عم؟ ببيع فريسكا. ايه ده بجد والله؟ الفريسكا السجارة بكام؟ 6 جنيه. طب اضربه بالشبشب على بقه ده ولا اعمل؟ بقه بايظ. في ايه يا ابني؟ يا ابني في ايه؟ انت ظالم زيك زي اخوك بالظبط. ايه يا عم في ايه؟ الفريسكا الكبيره بكام؟ 6 جنيه. يلا والله انت ظالم قوي. انت مفتري يلا. انت الاهبل. ايه في ايه يا عم؟ في ايه؟ انت واخوك هتجننوني. ليه؟ اخوك اخرس وبينطق الارقام، وانت بتتكلم واخرس في الارقام. ايوه يا عم اخويا مادي، انما انا انساني. انساني بقى من دماغك. يا ده بتاع الفريسكا تعالى هنا. اصبر يا وليه. شاوي. ايوه يا باشا. شوف المدام. شوقي هتنزل. شوف الواد المنكوس يسيبني ويروح للمنيل على عينه، ودين اللي اربيه هربيه. شوقي أيوة. هات لنا زي كل يوم. احلى حاجه ليكوا. اتفضل هات حبه من الطفح ده اللي انت بتاكله لي. والله ما عارفين بناكل. حاضر يا باشا. اتفضل. ايه مش هتدفع ولا ايه؟ لا اديك انا يا حبيبي. ربنا يخليك. خد يا شوقي سيب الحاجه اهو. ماشي يا باشا. انت ايه ده بتاع فريسكا؟ ايوه وليا جاي لك فيه ايه؟ الله انا ياد مش اديتك حس الاول؟ ما الباشا ناداني ما اقدرش اعصله. ايه يعني ايه الباشا ناداك؟ هو احنا مش بني ادمين وبالنادي برضك ولا ايه؟ انتوا على دماغي يا هانم. عايزه ايه؟ عايزه زيهم. انت عارف هم خدوا ايه؟ ماليش دعوه. عايزه زيهم يا عم. عايزين فريسكا زيهم. هات هات حبه حلوين كده. خدي. هات اتفضلوا. هاتي فريسكا ياما والنبي. امسك يا ده. فريسكا ياما قبل ما اموت. بكام دول؟ 30 جنيه. كام يا عاطف؟ 30 جنيه يا ام. ليه 30 جنيه؟ هو كده. مفيش هو كده. هات. استنى اشمها الاول. ولا حد. طهقتيني. اخرس. هات يا لا يا ام كملها. هبوظها يا ام. هبوظها. خدها. هبوظها له خالص. هجيبها من مصارينك. هات. يا ولاد افضل افترى يا ولاد. كل انت يا حنتوس. امسك يا. انتوا مجانين ولا ايه؟ بتدالي بعد ما اكلتوها؟ احنا كنا كلها. لا احنا كنا قد ايه منها؟ ربعها. يبقى تاخد 7 جنيه. وليه وليه 7 جنيه كتير؟ هي 5 جنيه مفيش غيرها. انتوا مجانين ولا ايه؟ ايه العلب دي؟ ايه؟ ايه انتوا مجانين ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انت شغال من الصبح لوك لوك ويك ويك انت عايز ايه مننا؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انا وقعت فين يا جدعان؟ وقعت في جهنم يا خفيف. لا ده احنا اسكندرية وناخدكوا على القمة. ولا تعرف تعمل حاجة. يعني ايه؟ ايه اللي بيعني ايه؟ ايه يا وليه؟ متجوزة هفق؟
فاكره النفق اللي انت كنت مزنوقه فيه وانا طلعتك؟ فاكره؟ فاكره. اهبط يا زنهو. ايه؟ اهبط. اهبط. انا رايح المدرسه. ولا حنتسى. ايوه يا ابني. ايه رايك ياض نحفر فحره هنا وندفنه فيها؟ ولا من شاف ولا من دري. لا انا عندي فكره احسن من الفحره. ايه؟ احنا نحطه في قلب صندوق الفريسكا. ونمشي نبيع بيه في قلب البلاد. مش كعور ياض. ايه ده يا باشا؟ الحق يا باشا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه بتفتروا على الولد ليه؟ وانت بتحنق له قوي كده ليه؟ كانش ابن خالتك؟ كانش ابن خالتي. طب روحي انده الراجل بتاعك اكلمه. يلا. مفيش رجاله. مفيش رجاله؟ لا مفيش رجاله. امال ده ايه؟ خيار البحر ده ولا ايه؟ خيار بحر. بالراحه على الواد. بالراحه على الواد. ده انتوا قلالات الادب. قلالات الادب؟ طب والنبي ما هتكلم. تعالى يا زينهم كلمه. في ايه؟ في ايه؟ انت داخل الشاطئ ده 5% ولا ايه؟ انت عايز ايه؟ في ايه؟ مالك انت؟ احنا اتكلمنا. انتوا اتكلمتوا ايه؟ مين اللي كلمك وهزقك؟ مراتك. تبقى تديها بالجزمه. مالناش احنا ده. احنا عملنا حاجة؟ والله يابا ما عملنا حاجة. احنا بنتشتم على طول. احنا نهبط مكاننا وخلاص. لا ما تهبطش. لا بس انا عارف علاجكوا ايه. انتوا امن المترو يجريكوا يا زبالة. هتشوف القميص اللبني دلوقتي تبقى عامل زي عايزة فوق يا طالبة وتقعد تسيب كده. يا سلام يا سلام. احكي له على جدي. انت تعرف سليمان الحلبي؟ جد المدام اللي حلبه. تقفلتها لي يعني؟ بفكر لك فيها من 4 ايام هنا. قاعد اشوف اقفلها لك ازاي. ماشي. حاسبني انا يا باشا بقى. هحاسبك يا حمو يا حبيبي. يا شوقي. ايه ما تجننها. خد يا شوقي. ربنا يخليك يا باشا. ساب الحاجه دي وودي صفاء على المطبخ. ماشي حاضر. ماشي. ايوه كده هو. ناس ما تجيش الا بالعين الحمراء. انت كده صايع. انا مش فاهم. وانت ايه يا ابني؟ انت ايه؟ يلا اتكل على الله. روح اقعد معايا. تعالى. ده المظلوم في الكوكب كله والله. لا بجد حاجه دريكسيون خالص يعني. بقول لك ايه؟ هات رغيف عيش. خدي. شم ياض يا عاطف. الله يما على النتانه. مصدر قوتي. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ ورحمه ابويا دول عملوا بيبي هنا دلوقتي على البلاد. بيبي؟ لا يا حبيبي ده اسمه فسيخ. اسمه إيه فسيخ؟ ايوه اسمه فسيخ. يلا بالطبق الطاير اللي في دماغك ده امشي من هنا. يلا يلا. ايه ده؟ يا ناصر. إيه عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ ما تسكت. انا مش ما تشوفه مركبه ايه في دماغها دي؟ انت عشان غني هتقعد ساكت. ايه ده؟ ايه الفسيخ ده ياما؟ دي فسيخه دي؟ ايوه. هي دي الفسيخه اللي انا جبتها لك مع جهازك؟ ايوه هي. دي فسيخه عن خامون دي يا ولية. ده انت ده امك اصلها تعشق النتانه. تلاقي مجاري مضروبه امك موجوده. بلاعه مفتوحه امك تحت بتصلح في المواسير. هايله الموضوع ده. ما تهدى يا زينهم كده. قول هديت. انا هديت. ما اكيد بتعشق النتانه. يعني متجوزه محاسب في بنك يابا. ما تلم تنتون على تنت. قول له يا عطش. خلاص بقى يا ماما. اخرس ايدي يا عطش. حاضر يا ماما. صلي على رسول الله. صلي على رسول الله. صلي على رسول الله. كله يركز معايا يا باشا. اشتري لابنك مايوه العصفورة المتوحشة. اشتري لحبيبتك مايوه الرغبة المتوحشة. وعملنا البحر طحينة وكتبنا عليها سمينة. من فوق الموج عدينا ولا حاجة تأثر فينا. وهقول لك حذر فذر. اسرح بس اوعى تفك. ايه انا ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه رأيك؟ ايه اللي جابك هنا يا؟ ايه ده انت هتقع ولا ايه؟ في الساحل الشمالي احنا اهو خلاص. انتوا مش بتروحوا جمصه يا ايه اللي جابكوا الساحل؟ ما خلاص بقى راحت جمصه وراحت ايامها وليليها. يبقى ورثتوا يا. لا مفيش. ده الرحله دي كسبناها. في ايه؟ في كيس شيبسي. ازاي يا؟ والله ابويا اكل الكيس لقى الكبوت. لا بس باين عليكم برضو مناظركم جمصه. لا يا عم. شفت الميه هنا؟ البحر هنا ميه مش زيت زي اللي في جمصه. هنا دلع. بص الناس هنا تعرف هنا لما بيصطادوا سمك بيطلع بالسلطه؟ ابني غنى احنا مش عايشين. انتوا هتشوفوا هنا العجب والله. الحمد لله والله العظيم فرحت اني شفتك قاعد يا سيد. بس بس مين السيد هنا؟ امال اسمك ايه؟ هنا اسمي جمال كوتونيل. كوتونيل؟ خد طعمك في كيسو. ادخل اوضتك وقيسه وقول في السكرته. كوتونيل ستر وغطا. راح اصح.
لا والله وحشني. انت عامل ايه؟ مين العيله الزباله دي؟ كفش يابا هرد يابا. العيله الزباله دي عيلتي. انت يا دي بتاع المايوهات. ثواني نشوف الولايه الخرفانه دي. الولايه الخرفانه دي تبقى امك. لا امك على نفسك ثواني بس. ايوه يا حاج. بقول لك ايه؟ عندك مايوه شرعي؟ ليه هتعومي في الازهر برك؟ الكلام ده في جمصه يا حاجه، عبايه لف وتاخدي غطس، حله محشي وورق عنب وتقعدي تضربه. ايه ده يا عم؟ انت بتضحك دمك دي. ده انت لذيذ قوي ما شاء الله. يا نهار ابيض، انت عايز ايه يا وليه؟ عايز اجيب مايوه انزل البحر. هتتوبي امتى؟ هتتوبي امتى يا وليه؟ انا كنت اعرف واحده جابت مايوه قطعه واحده وطلعت على الساحل الشمالي وقالت ما حدش هيشوفني هناك، واول ما نزلت البحر ماتت 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 ماتت. ايه ده يابا؟ انت يا وليه تنزل البحر الناس ذنبها ايه تشوفك بالمايوه؟ ايه انا ماليش نفسي يعني انزل زي الناس؟ اوعى يابا تخليها تنزل يابا. يابا استرجل مره واحده يابا. يابا انا حاسس ان انا عجزت وانت مش عايز تبقى راجل. مش مهم. مش مهم؟ امال ايه المهم في حياتك كانسان؟ الام هي الام هي كل حاجه. يعني انا عايز افهم، الناس هنا جايه الساحل ليه؟ مش جايه عشان تنزل البحر؟ لا جايين يسحلوا. ساحل ساحل. ما تضايقناش بقى يا وليه بقى مايوه. نعيم. ايوه. ثواني اشوف استاذ حسن كامي واجي لكم بس. طلباتك يا باشا، الشمس حلوه النهارده. مش قصتك، شوف المدام. طلباتك يا مدام. ازيك يا نعيم؟ عامل ايه؟ ازيك؟ معاك ايه النهارده؟ معايا مايو قطعه، مايو قطعتين، مايو ثلاث قطع. ثلاث قطع ازاي؟ بشراب كوره كده عشان الاناديل ما تقرصش في رجلي. بص الاشكال ده الاناديل وهياكلوها دول. طب الحاجات دي منين؟ مستورده ولا ايه؟ دي كلها مستورده، دي والله من العتبه، كل الحاجات دي. ميدان العتبه برضه. خد الحاجه دي كلها يا نعيم ووديها على المطبخ. وابعت صفاء قبلها على المطبخ. اوكي. طب ما انا ابعت صفاء اوضه النوم وننجز بدل المطبخ والجو ده. ايه ده؟ ثانيه بصي لي تاني كده. ايه ده؟ ده انت حوله. وايه اللي انت لابساه في دماغك ده يا ماما؟ انت عندك ماتش غسيل النهارده ولا ايه؟ خد خد، تعالى عم جاكسون، تعالى تعالى يا حبيبي. أبي لا هتعمل لي عبيط. فين إيراد النهارده؟ يا اخلص. فين الإيراد؟ في جيبي. في جيبك؟ كام؟ 50 جنيه. ايه؟ انت هتشتغلني يا ابني؟ إيراد مش 50 جنيه. أبوك مش 50 جنيه. يا ابن الأرانب. يا ابن الأرانب؟ أنت في الشتايم بتبين كلامك؟ هات يا دي الفلوس. كام؟ 60 جنيه. 60 جنيه؟ طب حلو كده، اتكل على الله. طب عايز حلو. عايز تاكل؟ فول. تاكل ايه؟ فول. فول؟ فول. تاكل فول؟ فول. امسك خد جنيه هات فول. وطعميه. وطعميه؟ ده انت نزيه بقى. كلتها في الثانويه انا الطعميه دي. امسك خد جنيه هات كمان طعميه. بابا غنوه. بابا غنوه. انت جاي تتدلع هنا؟ مش هحقق لك كل احلامك انا. نص جنيه اخر نص جنيه. امسك. عايز حاجه تاني؟ انت بتاكل. انا مش هاكل؟ انت معلم. انا المعلم. طب اكل ايه؟ كبده اسكندراني. كبده اسكندراني. صدق اسكندراني. صدق اسكندراني. سمير الاسكندراني. سمير الاسكندراني. بكام يا دي الاكل ده؟ بألف ونص. ليه ألف ونص؟ بغيرة. صح، طالما هتجيب سمير الاسكندراني بألف ونص. زود الفلفل على سمير بقى اهو. ابا 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 ابا. شاطر شاطر. نعيم يا نعيم. ربي عندي البحر انا معايا. ما تنساش موضوع صفاء تبعتها على المطبخ. يا سلام من عينيا. انت بتقول له ايه بقى؟ بتقول له يبعت لك صفاء على المطبخ؟ بقول له ابعت لي صفاء على المطبخ عشان بتفصص البسله. احسن واحده تفصص بسله. انت هتستهبل بقى. ده انا ياما قفشتك مع خدمات وشغالات في المطابخ. شريهان شريهان شريهان. اصحى. جي في غيزي ان بيزو طحالب بالعجوة. كرواسون بدي بان باتون سالي. ب2 جنيه فين وتوم من اسطنبولي. ارتحتي كده؟ مندل في علم الاحياء.
غبية بتضيعينا كل مرة. بس انت عارف ان انا بحبك يا بيبي صح؟ انا عارف جدا والله. انت يادي بتاع المايوهات. ايوه يا حاجه. تعالى هنا هو. ما انا هقعد اتنشور ما بينكم خير. ايه وريني البضاعه يا. مفيش بضاعه خدتها كلها الهانم. خدتها كلها ايه؟ هي عايزه ايه؟ هي بتكدني ولا بتغصني ولا عايزه ايه بالظبط؟ اهدي 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 بس ده انا يا سلام اجيب لك احلى طلبات ليكي مخصوص، حد يتنرفز في يوم حلو زي ده؟ الشمس جميله والدنيا والشماسي، يعني دقوا الشماسي. دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي على البلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي. دقوا 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 الشماسي، دقوا 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 الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي على البلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي. شمس واحلى شمس واحلى شمس جايين على رمي. دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، صباح الخير، صباح الخير، اهلا وسهلا. مين الواد مين يا عم انت؟ تعالى انت روق بعيد ليه؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، منورين. مين الباشا ده؟ مش عارف، ده اول مره يجي شكله، بس شكله راجل محترم. انتوا بادينها كده، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا باشا. اهلا، انت مين حضرتك؟ انا حمو الغطاس بتاع الشط. انت حمو؟ ازيك يا أيوة. حمو صباح الفل، اخبارك ايه؟ كويس تمام والله الحمد لله. برافو عليك يا حمو، النهارده جو جميل قوي والبحر ناعم حصيره والسماء صافيه جميله، يعني فعلا يوم هاي يوم. لا بس هاي. في حاجه وحشه. ايه؟ الموج عالي وفي نوه هتحصل دلوقتي. نوه وانا موجود؟ آه. ده كلام فارغ، كلام فارغ يا فرفر. أمرني يا باشا. تعالى أمرني يا باشا. أهلا وسهلا. أهلا يا باشا. بيقول لك في نوة جاية تبوظ اليوم الجميل ده، معقولة؟ لا يا باشا ما تصدقش، ثانية واحدة. هو بيقول لي دلوقتي. لا ما تصدقش يا باشا. اتصرف يلا. اتصرف يا باشا. ألو مين؟ الأرصاد؟ مين؟ بوسي. ازيك يا بوسي؟ الفيو عبلاج هنا هايل يا بوسي. ايه؟ لا سيوفي باشا جاي النهارده عشان يستمتع بالبحر. جاي ايه؟ قول لها جه خلاص، جه سيوفي باشا جه يا بوسي فعلا. طب حاولي تتصرفي ارجوك. حاولي ايه؟ تتصرف، تتصرف، اتصرفي يا بوسي، انا واثق فيك. يلا سلام سلام. ها ايه الاخبار؟ النوة اتلغت يا باشا. خلاص مبروك، النوة اتلغت يا جماعة، اللي عايز يستمتع بالبحر ينزل يستمتع بالبحر. النوة اتلغت؟ اه ده انا ما كنتش مذاكر غيرها دي. ده في سنة كام؟ في تالتة نووي. بس ما تقلقش خلاص، تقدر تستمتع وتنزل وتبلبط في المية زي ما انت عايز باللبس العجيب ده. اهلا وسهلا يا فندم. ما تاخدش معاهم يا مومبي، يعني ما تاخدش معاهم في الكلام قوي، لان ده نص كنافه نص قشطه، مش فاهم حاجه. هم الناس البيئه دايما كده، بس انت لازم تتعامل معاهم وضع طبيعي، ما دام اتجمعتوا في مكان واحد وضع طبيعي ان انتوا تتعاملوا مع بعض. اعرفكم بنفسي، سيوفي ابو السيوف، عايش طول عمري في امريكا، اتعلمت في امريكا، درست في امريكا، عشت في امريكا، اكلت في امريكا، شربت في امريكا، واتعلمت هناك البيئة، عشان كده جيت للناس البيئة اللي موجودين هنا عشان أعلمهم إزاي يعيشوا. يعني حضرتك عايز تقعد هنا ولا هنا ولا تلعب في الرملة؟ ألعب في الرملة، جاي المشوار ده كله عشان ألعب في الرملة، أنا هنزل مية دلوقتي، بس أنا عايزكم تستمتعوا، يعني كل واحد فيكم يستمتع، بس معلش أنا آسف، أنا شامم ريحة مش مظبوطة. الناس دول عملوا بيبي من شوية. لا ما افتكرش أنا عارف ريحة
عارف الريحه دي كويس يعني. لا لا لا، دي ريحه حاجه تانية. انا قلت من الاول ان دي ريحه فسيخ. فسيخ؟ يا ما سمعتش الجمله دي من زمان جدا. كانت ماما الله يرحمها بتجيب الفسيخ في البيت وتقعد تفسخ بقى في البيت والريحه تضرب في الشارع كله. عشان كده احنا في امريكا عملنا فسيخ من غير ريحه، وعملنا فسيخ من غير فسيخ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا عرعر عرعر، امرك يا باشا. ما شاء الله ما شاء الله، الدخلة. طب تاني والنبي تاني. يا عرعر عرعر، امرك يا باشا. ايه ده؟ ده اكتر من التسقيف بتاعي. استنى. خلاص يا عرعر مش عايز حاجة. الناس متضايقين من الريحة اللي موجودة دي، معقولة؟ أمرك يا باشا. يعني شوف أي اسبراي، رش أي روايح، معطرات، يعني اتصرف. عايز البلاش كله يبقى ريحته أهلا وسهلا، مساء الخير. عايز البلاش كله ريحته حلوة، اتفضل. حاضر يا باشا. اتصرف، ده دوره خلص. أهلا وسهلا، أنا حضرتك استمتع. حضرتك استمتع، انا هقعد ورا، اتفضل. بس يعني كلمونا بطريقه مش كويسه. ضايقوك يعني يا باشا؟ احنا طبقه محترمه في ايه؟ نعم. ازاي تكلموا معايا بطريقه مش كويسه؟ حضرتك انا مش فاهم. احنا ناس من عيله اللي تحت، مش من عيله اللي تحت. يعني ايه مش فاهم؟ يعني شتمنا قدامك دلوقتي، حقنا ما جاش يعني. يعني الراجل ده شتم حضرتك؟ اه، لعلنا كلام مش يليق بالطبقه اللي. ايه ده ايه ده؟ هو انت عامل قنصل النمسا ليه؟ ايه في ايه؟ ان احنا ناس ايه اللي لا كلمونا ايه ده؟ ناس مهذبه، ما ينفعش الباشا. مين اللي ناس مهذبه؟ احنا مفروض يعني. مفروض لكن مش حقيقي يعني. اتفضل حضرتك، اتفضل اتفضل حضرتك، استمتعوا بالبحر من غير ما تتخانقوا يا جماعه. معقوله انتوا الاثنين متجمعين في مكان واحد؟ لازم تتعاملوا مع بعض، ما ينفعش كل واحد يبقى مختلف مع الثاني. اتفضلوا استمتعوا استمتعوا. يا سلام، هي دي الرجالة ولا بلاش؟ الراجل برنس في نفسه كده وبيتعامل معانا زينا زيه. طب احترمي نفسك عشان انا قاعد جنبي. ايه؟ وايه يعني قاعد يا زينهم؟ وايه يعني؟ انت ما تعرفيش في الاصول حاجة. انا جايبك من ورا الجاموسة. اه والله جاي من ورا الجاموسة. بتقول حاجة يا زينهم؟ اه والله. تتكلم بأمانة يابا. بابا تتزنق. ايه؟ عايزين ناكل بلح باللبن. انت ليه طلباتك بتاعت أغنياء؟ ليه؟ ياد حرام عليك ياد بقى ياد، وخلاص بقى يا ماما هتفضحونا هنا والله. اخرس ياد يا عطش. حاضر يا ماما. صلي على رسول الله، صلي على رسول الله. ازيكم يا بهوان؟ لو سمحت بعد اذنك. ايوه. انا اعرف حضرتك، مش حضرتك اللي كنت بتدخل تقول ني 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 ني. اتفضل حضرتك. ني 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 شايفني. يلا مش هقول حاجه انا خلاص. قولها وانت وراك غيرها قولها. انت يا شيخ بتاع المايوهات. ايوه يا هاني. وريني البضاعه اللي معاك ياض. معيش بضاعه انا، البضاعه دي كلها للهاني. نعيم؟ ايوه خدامك يا هاني. لا لا لا، هو انا كل ما اندهك هي تندهك؟ لا، انت عارف ياد لو ما وقفتش دلوقتي كده وريتني انا البضاعه واديني لقفلك انت واللي يتشدد لك. انت فاكراني جوزك يا عم؟ اتكلي على الله. احترمي نفسك يا ست انتي واتكلمي عدل. ما تقفي انت الاول عدل يا حبيبتي وبعدين انا اتكلم عدل. طب على فكره بقى يا حبيبتي، مش كل الطير اللي تتاكل لحمته. وين لحمته دي يا حبيبتي؟ ايه يا جماعه، ايه يا جماعه، ما يصحش كده. معقوله انتوا الاثنين متجمعين في مكان واحد؟ لازم تعرفوا تتعاملوا مع بعض. ما دام مش عارفين تتعاملوا مع بعض هتضطرونا نقسم البلاش. ده حاجه انا اتعلمتها وانا في امريكا عشان الناس ما تختلفش. نقسم البلاش، الجزء ده والجزء ده.
هاتولي الحواجز عرعر فرفر، هاتولي الحواجز انا هتصرف، ما تقلقوش ما تقلقش يا باشا. اوكي يا مدام. مدام مين حضرتك؟ مدام شريهان. شريهان اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا، ما شفناش حضرتك من وقت الفوازير ما شاء الله، اهلا وسهلا يا شي يا شي. اهلا وسهلا. ايوه الحاجز ده حضرتك ما حدش هينفع يعديه، والحاجز ده ما حدش هيعرف يعديه، الجزء اللي في النص ده عشان نراقب لو اي حاجه حصلت واي حد خالف المكان بتاعه كده. انتوا اتقسمتوا خلاص. ما بنعمل ده كله عشان مصلحتكم يا جماعه. ماشي. لا 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 لا، المكان ضيق جدا، ده كده اوفر قوي على فكره. يعني عايز ايه؟ عايزين لو كده نقوم نروح الفيلا بقى نقعد براحتنا. انا لا يمكن اروح واسيب لهم المكان يتمتعوا بيه لوحده. نقعد هنا وسط البيت بيه بقى. انت بتقول ايه يا وليه انت؟ وديني يا ده عدتني، يلا انا عايزه اتخانق معاه والله هجيبك من شعرك افركه. في ايه؟ يا ده احنا نكعور جرايد ونهدفكم بيها. لا مش سهلين يا جماعه، مش هينفع كده. يعني بالرغم من ان انا قسمتكم برضه بتختلفوا. ما انت يا اسطى مش شايف بتقول ايه يا اسطى؟ بعد كل الدراسات اللي انا عاملها وتقولي لي يا اسطى؟ عموما بما اتفضلي حضرتك. ايه معلش، دول اصلا مش بني ادمين. مش بني ادمين؟ اه حضرتك، هم فعلا مش بني ادمين، وهم ناس رعاع وانتوا عليه القوم، بس لازم تتعاملوا، ولما تتعاملوا من ورا الحدود. اتفضلي حضرتك. احنا بهايم، احنا بقر ونازلين من على الشجر. ما بلاش حكايه الشجره دي، ما انا عرفت قال يعني بترويها، ما انا عارف. اتفضل حضرتك، اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه، الحدود كده هو هتعمل مشاكل اكتر، يا ريت نضيق الحدود. عرعر فرفر اتفضلوا، ضيقوا اكتر اكتر. ما تلفها على وسطي يا ابني. كده شكل القرد اللي في الجنينه، خش جوه لو سمحت. حدودك ما تطلعش، ما تطلعش دماغك بره حدودك. رجلك يا هانم، رجلك بعد اذنك. لا انت هتتمطع، هتتمطع. انا اسف. معلش. اسف ايه؟ رجلك، رجلك. لا اهو. ايه؟ انا تخين. دي مفاجاه. دخل عمو سلامه يا اعمى. دخلوا لي الروايه كلها في بعض. رجلك جوه لو سمحت، رجلك جوه بس، حدش يقرب، حدش يقرب، كله كده اهو، كل واحد يلزم حدوده. لا مكان بقى ضيق قوي كده. ايوه بس بتاعك، مكانك ضيق بس بتاعك. صح. اتفضل حضرتك. يا وديع. عايزه ايه من وديع؟ اتهجر شويه، انا لو خرجت دماغي القناصه هيضربوني. يابا ما تتكلم مره واحده يابا، هو انت راجل جرافيك؟ طيب يا عم اتكلم يا عم. اتكلم انا ايه يابا؟ ده يابا اتكلم. يلا نمشي. يلا بينا. احنا عندنا فيلا بدل الشيشه اللي احنا قاعدين فيها دي، عندنا فيلا تلمنا. يا جماعه ما انتوا كده بتعدوا حدودكم يا اخوانا، كده عديتوا حدودكم. لا لا يلا. حدود ايه بس يا عم؟ عامل لي فيها دماغ امريكاني وانت دماغك طلعت صومالي. يلا يا عطش. يا جماعه ما يصحش كده. يلا يا شريهان، احنا نبيع الفيلا الزفت دي وشوف لنا مكان انضف من كده. معقوله تبيعوا الفيلا؟ معقوله يا جماعه؟ هتروحوا جمصة؟ معقولة؟ هنروح جمصة. ماشي براحتكم. مع السلامة. مع السلامة يا جماعة، ما يصحش كده يا اخوانا، ما ينفعش كده يا جماعة، عيب كده يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا. 100 100 يا معلم. 100 100 هو ده الشغل يا معلم. 100 100 دول كانوا اخر عيلتين في القرية وخلاص. حلو قوي. العربيات النقل جاهزة؟ جاهزة يا باشا. حلو، العربيات تخش دلوقتي، الفلل اللي موجودة في القرية كلها تتفتح، تتفضى، تتعبى العربيات وخدوها على المخزن. والله العظيم انت معلم كبير. نعلق الرايه السوداء، ندخل العيال دي يعملوا عليهم نمر وحركات، نخش احنا نحط حدود ونكوش احنا على البلد كلها. ده انت معلم كبير والله. امال ايه يا ابني؟ ما متعلم منين يا ابني؟ متعلم منين؟ اهم حاجه هنخلص ده هنا، نطلع القريه اللي بعديها نقسمها ونوزعها. القريه اللي بعديها نقسمها ونوزعها. مال يا ابني نسيطر ازاي ما دام ما حدش بيوقفنا عند حدودنا؟ نسيطر براحتنا. يلا بينا. يلا بينا. استنى عندك يا سيوفي باشا. ايه ده؟ ليه مستعجل ليه؟ ايه انتوا ما رحتوش جمصه ليه؟ ما هي جمصه قفلت. طب ما رحتوش راس البر ليه؟ راسها اتقطعت.
احنا جينا هنا. يعني خير، ايه اللي رجعكوا تاني؟ امال ما قريتش جرايد النهارده يا سيوفي باشا؟ الجرايد، الجرايد اللي انت بعتها لهم. الله، دي صورتي، صورتي وانا لابس ازرق. يا دي صوره جميله على فكره، دي لما كنت في مؤتمر بتاع مش عارف ايه بتاع سجن توراتون، صح؟ لا مش دي صوره سجن تورا، الثانيه عليها رقم الموبايل كده. لا مش دي، مش دي. بس الصوره حلوه قوي، جميله والكلام اجمل. ايه مكتوب نصاب وحرامي وعامل فيلم علينا وحوار. الله 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 الله، يا جماعه يا جماعه، ايه اللي انتوا بتعملوه عليا ده؟ معقوله ده انا فاضل كده حاجه واحده بس، يخش واحد يقول لي انا فلان الفلاني المقدم فلان الفلاني ويقبض عليا؟ هو ده اللي انا مقدم فلان الفلاني. كنت في مباحث الاداب ولسه متحول لمباحث الشواطئ. بقالك قد ايه؟ قد سنين. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. كده كملت بقى، كده يبقى كملت، ملناش حجه. بس مش معقوله يعني حضرتك هتقبض عليا انا والعصابه بتاعتي لوحدك، لازم يكون معاك قريبك الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي. والشباب الاسكندراني اللمه دي لمه رجال.